الكيمياء بوزاره التربيه والتعليم اهلا بك يا استاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بك يا استاذ خالد اهلا بابنائنا الطلب. النهارده عندنا ان شاء الله التحليل الكيميائي. اتكلمنا عن التحليل الكيميائي واهميه التحليل الكيميائي. وقلنا ان التحليل الكيميائي ينقسم الى تحليل كيفي وصفي وتحليل كمي. وقلنا عندي في التحليل الكيفي الوصفي عن في الكيمياء العضويه وفي الكيمياء الغير عضويه. في الكيمياء العضويه بنتعرف عن طريق التحليل الكيفي الوصفي زي ما قلنا لكم قبل كده بنتعرف عن نوع العناصر اللي داخله في تركيب المركب والمجموعات الوظيفيه. اما في الكيمياء الغير عضويه فبيكون التحليل الكيفي الكشف عن الشق الحامضي والكشف عن الشق القاعدي. النهاردة عندنا التحليل الكمي بس قبل ما هنتكلم عن التحليل الكمي احنا الأستاذ خالد مجهز لنا شوية تجارب جميلة احب ان انتم تتفرجوا عليها معانا اتفضل استاذ خالد أه بداية بالنسبة لي التحليل الكيميائي ينقسم الى نوعين كيفي وكمي في التحليل الكيفي يتم التعرف على مكونات المادة أه بالنسبة لي التحليل الكيفي أنا عندنا ثلاث مجموعات، مجموعة اتش اس ال المخفف ومجموعة حمض الكبريتيك المركز ومجموعة كلوريد الباريوم. في مجموعة حمض الهيدروكلوريك المخفف، إحنا عندنا ست أنيونات، هنتناول بعض الكشوف على هذه الأنيونات مثل الكربونات والبيكربونات والنيتريت، وإن شاء الله إحنا بنعد حضراتكم إن في الحلقات القادمة نواصل جميع التجارب العملية. اه زي ما إحنا عارفين إن أي ملح بيحتوي على شق حامضي وشق قاعدي احنا بنكشف عن الشق الحامضي اللي هو عباره عن الانيون الشق السالب طيب انا عندي ملح صلب هذا الملح الصلب اما ان يحتوي على كربونات او بيكربونات انا مش عارف مين الكربونات ومين البيكربونات بنجري تجربه اساسيه وفي التجربه الاساسيه يتم اضافه حمض الهيدروكليك المخفف الى الملح الصلب اذا انا بستخدم ملح صلب في التجربه ال الأساسية طيب إذا أنا كده عندي حمض هيدروكلوريك أنا كده عندي أنبوبتي اختبار كل أنبوبة تحتوي على ملح أنا عايز أتعرف على الشق الحميدي أو الأنيون لهذا الملح هنضيف حمض هيدروكلوريك على الأنبوبة الأولى ونلاحظ ما الذي سوف يحدث عند أضافة إل إلى هذه الأنبوبة نلاحظ حدوث فوران وهذا الفوران لو احنا كده لاحظنا كده عند الفوهة في غاز بيتصاعد هذا الغاز لو تم امراره في ماء جير رائك يتعقر يعني بيدل على ان الغاز هو غاز ثاني اكسيد الكربون الانبوبة الثانية برضو في برضو ملح صلب هذا الملح الصلب احنا نضيف له حمض هيدروكلوريك مخفف اللي هو كده عبارة عن كاشف المجموعة اول كده ما نضيف حمض هيدروكلوريك لوحظ ايضا برضو حدوث فوران وتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء أجر الرائق اذا المشاهدة عندي واحدة في الحالتين ايه الحالتين؟ ان انا اساسا لما ضفت اتش سي المخفف الى كلا الأموتين ما الذي حدث؟ حدث فوران وتصاعد غسان اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق، لكن انا ما زلت حتى الان لم اميز من هو الكربونات ومن هو البيكربونات، انا من خلال التجربه الاساسيه استطعت ان انا اتعرف ان يكون هذا الانيون اما ان يكون كربونات او بي إيه كربونات. اخذنا برضو نفس عينه اخرى تاني من نفس الملح عشان نميز بين الكربونات والبيكربونات احنا بنعمل محلول من الملح يعني ايه محلول من الملح انا كده بضيف كده قدر من الماء الى الملح الصلب برضو ادي برضو كميه من الماء الى الملح الايه الصلب وابتدي ارج عشان كده انا اعمل محلول من كلا الملحين اذا ده كده الملح الاول اللي الانيون بتاعه قد يكون كربونات او بيكربونات وده كده برضه عباره عن الملح الاخر اللي الانيون بتاعه يحتمل ان يكون كربونات او بيكربونات. احنا عايزين نميز بين الكربونات والبيكربونات، احنا كنا بنستخدم اساسا كبريتات المغنيسيوم في التمييز بين الكربونات والبيكربونات. برضه بنفس الكيفيه احنا كده هنعمل كده محلول من ملح كبريتات المغنيسيوم. ده كده كبريتات المغنيسيوم. أنا أضفت كده ماء وعملت محلول من كبريتات المغنيسيوم. إذا أنا هستخدم محلول كبريتات المغنيسيوم، كبريتات المغنيسيوم اللي هو ده كده في إيدي دوت هو في التمييز بين الكربونات والبيكربونات. إذا احنا هنضيف هنضيف محلول كبريتات المغنيسيوم إلى كلا المحلولين ونشوف إيه اللي يحصل. أول كده ما أضفنا محلول كبريتات المغنيسيوم في الانبوبه الاولى لم يحدث اي شيء اطلاقا خالص ولكن في المحلول الانبوبه الثانيه اول ما ضفنا محلول كبريتات المغنيسيوم هنلاحظ تكون راسب ابيض راسب ابيض دلاله على ايه انا كده اتكون راسب ابيض على البارد ولكن في الانبوبه الاخرى لم يتكون راسب ابيض هنترك التعليق للاستاذ محمد حسن ثم من التجارب العمليه اتفضل يا استاذ آه بعد ما شفنا التجربه بيجي هنا سؤال يقول لي علي اللي ما ياتي لا يصلح حمض الاتش سي المخفف لا يصلح حمض الهيدروكلوريك المخفف في في التفرقه بين الكربونات والبيكربونات زي ما شفنا حمض الهيدروكلوريك المخفف لما ضفناه على الكربونات أو لما ضفناها على البيكربونات في كلتا الحالتين تصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون بعد حدوث الفوران. علي اللي ما ياتي لا يصلح حمض الهيدروكلوريك المخفف في التفرقة بين ملح الكربونات أو البيكربونات لأنه في كلتا الحالتين يحدث فوران ويتصاعد غاز ثاني أكسيد الكربون. يجي سؤال ثاني في الامتحان طب كيف تميز عمليا بين ملح الكربونات وملح البيكربونات؟ فرقنا بيهم زي ما شفنا دلوقتي بالتجربه بواسطه كبريتات المغنيسيوم. كبريتات المغنيسيوم لما ضفناها على الكربونات اتكون راسب ابيض من كربونات المغنيسيوم، اما لما ضفناها على البيكربونات اتكون بيكربونات مغنيسيوم ذائبه في الماء. لو عندنا لهب كنا سخنا البيكربونات فهنلاقيها تتفكك وتديني كربونات. في تجربه كمان هنعملها دلوقتي برضو جميلة خلي بالنا منها عايزين نستفاد من العملي اتفضل استاذ خالد اذا احنا في التجربه الاولى ميزنا بين الكربونات والبيكربونات انا كده برضو عندي ملح اخر انا عايز اتعرف على الشق الحمضي اي الانيون لهذا الملح زي ما احنا عرفنا ان في التجربه الاساسيه انا بستخدم الملح الصلب واضيف كاشف المجموعه الا وهو حمض الهيدروكلوريك المخفف بمجرد ان احنا ضفنا حمض اتش سي المخفف الى هذا الملح الصلب اللي انا عايز اتعرف على الشق الحميدي ليه هنشوف ماذا سوف يحدث اذا انا كده عندي انبوبه الاختبار ضفت اتش سي حدث فوران وتصاعدت ابخره بنيه محمره عند فوهه الانبوبه. اذا نستدل من خلال هذه المشاهده ان انيون هذا الملح هو انيون النيتريت. طيب انا عاوز اتاكد ان هذا الانيون هو انيون الكبريتي، النيتريت. احضرنا انبوبه اخرى بها عينه برضو من هذا الملح اللي هو عباره عن ملح النيتريت. وهنغري محلول من هذا الملح اذا ادي كده ملح النيتريت اضفنا كده قليل من الماء والرج كده اصبح كده انا عندي محلول من ملح النيتريت انا بستخدم برمنجانات البوتاسيوم KMNO4 المحمضة بحمض الكبريتيك في الكشف عن أنيون النيتريت. هنعمل محلول من برمنجانات البوتاسيوم وزي ما احنا عارفين أن برمنجانات البوتاسيوم ذات لون بنفسجي ولكن هنضيف قطرات من حمض الكبريتيك المركز. إلى محلول برمنجانات البوتاسيوم إذا كده أصبح عندي برمنجانات بوتاسيوم محمضة بحمض الكبريتيك إذا برمنجانات البوتاسيوم ذات اللون البنفسجي المحمضة بحمض الكبريتيك إحنا هنضيفها إلى محلول النيتريت ونجد أو سنرى ما الذي سوف يحدث إذا عند إضافة محلول برمنجانات البوتاسيوم المحمضه بحمض الكبريتيك الى محلول النيتريت نجد ان يزول لون البرمنجنات يزول لون البرمنجنات اذا عند اضافه محلول برمنجانات البوتاسيوم الى محلول الانيون بتاعه هو انيون النيتريت اهوت ادي كده لوحظ ان اللون البنفسجي او ان النيتريت يزيل يزيل اللون البنفسجي لمحلول بير من البوتاسيوم برضه هنسمع تعليق على هذه التجربه الاستاذ محمد حسن اتفضل يا أستاذ. أه، احنا قلنا ان انواع التحليل ثلاثه تحليل كيفي تحليل كمي تحليل باستعمال الاجهزه اجهزه القياس شفنا التحليل الكيفي وشفنا بعض التجارب موضوع حلقتنا النهارده هو التحليل الكمي قبل ما نتكلم عن التحليل الكمي وقبل ما نخش على المسائل بتاعه الحساب الكيميائي نحب نعرف مع بعض المول ما هو المول المول هو الكتله الجزيئيه الجراميه يعني كتله الجزيء مقدره بالجرام او المول هو كميه الماده التي تحتوي على عدد افوجادرو من الجسيمات نسمع ده ما هو المول هو الكتله الجزيئيه الجراميه ما هو المول؟ كميه الماده التي تحتوي على عدد أفوجادرو من الجزيئات يعني ايه عدد أفوجادرو ما احنا ده انا خدناه قبل كده، خدناه في اولى ثانوي. عدد أفوجادرو يا ولاد عباره عن نحفظ انتوا حافظينه، انا برجع لكم على حاجه انتوا خدتوها سته واتنين من ميه ضرب عشرة اس تلاته وعشرين. كميه الماده التي تحتوي على عدد افوجادرو من الجسيمات من الجسيمات الجسيمات دي ممكن تبقى ذرات ايونات جزيئات ذرات ايونات جزيئات الكترونات الكترونات عندنا في كتاب المدرسه المثال ده اللي عايزين نقراه مع بعض بيقول لي ايه بيقول لي اي ال موجب 3 زائد 3 الكترون سالب اداني اي تعالوا نقرا مع بعض المعادله ديت نشوف ايه المقصود بيها وعايزين منها ايه. المعادله دي بتقول لي واحد مول ايون المونيوم موجب 3 يكتسب 3 مول الكترون سالب لتكوين واحد مول ذره المون. هنراجع مع بعض دلوقتي على كيفيه حساب الكتله الجزيئيه جراميه، حساب كتله المول. الجزء اللي احنا هنشتغله النهارده كله مسائل واحنا دلوقتي معاكم ان شاء الله على الهواء منتظرين الاسئله بتاعتكم علشان نساعدكم ان شاء الله. اه ازاي بنحسب الكتله الجزيئيه جراميه؟ ازاي بنحسب كتله واحد مول؟ يعني هنقول مثال كده عايزين كتلة حساب كتلة واحد مول من الماء الاستاذ خالد بيشاور لي عايز يشترك معانا ماشي يا استاذ خالد نسعد ونشرب بيك هو يا ولاد بيكون مديني كيام. ان لحظه فضلك بيكون مديني ان الاتش بتساوي واحد بيقول لي ان الاو بتساوي 16 الاتش بتساوي واحد والاو بتساوي 16 ما تحفظهاش ان حفظتها كويس خير وبركه ما حفظتهاش مش هتضرك في حاجه هو بيديها في المساله. دلوقتي يا استاذ خالد هنعمل مع بعض حساب كتله واحد مول من الماء اتفضل. أه... أه... معانا مكالمه تليفونيه من ايه من الوادي الجديد اهلا بيك يا ايه اتفضلي. أه... لو سمحت أه... كنت عايز اعرف أه... سؤال اتفضلي. اجريت معايره اجريت اه دي مساله يا ايه اه اتفضلي يا ايه ها اجريت معايره 20 ملي 20 مللي من محلول هيدروكسيد الكالسيوم 20 مللي علي صوتك خالد والتاني اجريت معايره 20 مللي من محلول هيدروكسيد الكالسيوم باستخدام حمض هيدروكلوريك باستخدام اتش سي ال هي ايه معاكي وعند تمام اجريت معايره 20 ملي وعند تمام التفاعل وعند تمام التفاعل استهلك استهلك من الحمض من الحمض اه 25 مل 25 مل احسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم احسب التركيز المولاري لهيدروكسيد الكالسيوم لهيدروكسيد الكالسيوم معلش تاني برضه المساله كده ايه اه أجريت وعرضت 20 مللي من محلول هيدروكسيد الكالسيوم اه باستخدام اتش سي ال وعند تمام التفاعل اصولك من حمض 25 مللي اه كان ثواني يا فندم من محلول هيدروكسيد الكالسيوم باستخدام حمض هيدروكسيد آه تركيزه كام؟ آه طب في كده حاجه ناقصه يا ايه التركيز ناقص يا ايه عندي أيوة في المساله أيوة. واحد من عشرة, عشرة مولار آه بالظبط ده تركيز ايه ايه بقى؟ خمسة من عشرة مولار اللي هو تركيز الحمض واحد آه. من عشرة اه خمسة من عشرة ولا واحد من عشرة؟ خمسة من عشرة خمسة اه اذا نقرا المسألة كويس يا آية آه. ماشي؟ طب اتفضلي أي؟ لو سمحتي كمان سؤال علل واحده ثانيه أه. سؤال علل علل سؤال ثاني اه اتفضلي أه. أه كاشف المجموعه التحليليه الثانيه هو غاز كبريتيد الهيدروجين اه كاشف المجموعه التحليليه الثانيه اه, مم. أه هو غاز كبريتيد الهيدروجين في وجود حمض الهيدروكلوريك هو غاز ايه كبريتيد الهيدروجين اه في وجود حمض الهيدروكلوريك حمض الهيدروكلوريك اه ايه سؤالك؟ ما السبب علل نعم ما السبب العلمي؟ السبب العلمي تمام ها في تاني اسئله يا ايه؟ لا شكرا اتفضلي لي. شكرا ليك يا ايه اتفضلي آه بسم الله الرحمن الرحيم بداية نبص على نقرا المسألة تاني فبيقول لي ايه؟ بيقول لي اجريت معايرة 20 ملي لتر من محلول اجريت معايرة 20 ملي لتر من محلول هيدروكسيد الكالسيوم اجريت معايرة 20 ملي لتر من محلول هيدروكسيد الكالسيوم مع 25 ملي لتر من اتش سي تركيزه 5 من عشرة مولر عايزين تركيز هيدروكسيد الكالسيوم في المسائل دي يا ولاد لازم ولا بد ان احنا نكتب المعادله لو ما كتبناش المعادله ننقص درجه ومش عارف نحل المساله حل المساله دي اساسا يعتمد على المعادله مفيش معادلة مفيش مسألة هتجيلك بمعادلة ما مرتش عليك لابد ان المعادلة تكون مرت معانا فبيقول لي ايه بيقول لي اجريت معايرة 20 ملي لتر من محلول هيدروكسيد الكالسيوم طيب ولادي بقى يشتركوا معانا احنا على الهوا اهو والآ... وآية تشترك معايا يا ترى يا آية رمز هيدروكسيد الكالسيوم ايه برافو ها شغاله رمز هيدروكسيد الكالسيوم سي ايه سي ايه او اتش باي 2 ادي هيدروكسيد الكالسيوم يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك يلا يا أولاد معايا حمض الهيدروكلوريك يلا يا ايه؟ ها؟ كتبت المعادله معايا؟ حمض الهيدروكلوريك 2 اتش سي ال. الناتج ايه يا أولاد؟ الناتج ايه يا ايه؟ ها؟ الناتج كلوريد كالسيوم سي 2 زايد 2 h 2 o هنا يا أولاد. المعادلة أنا هستفاد منها إيه؟ هستفاد منها إن عدد مولات القلوي، عدد مولات القاعدة، عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم واحد مول. وعدد مولات حمض الهيدروكلوريك 2 مول. ما تيجوا كده نعمل جدول بسيط. هقول ايه؟ هقول التركيز. اكتب كده على جنب نتعلم ازاي نحل المساله. أكتب التركيز، التركيز بتاع هيدروكسيد الكالسيوم هو طالبه مني يبقى هقول عليه إم 2 مولر تركيز القاعدة إم 2 مولر أنا مش عارفه، أحط عليه علامة استفهام. بيقول لي يبقى بالنسبة أجريت معارض 20 ملي يعني الحجم بتاع هيدروكسيد الكالسيوم في 2 أو نكتب في بي بيز يعني قاعدة كام يا ولاد خ... اجريت 20 مللي يبقى هنا 20 مللي. طيب ما انا عندي عدد المولات من الايه؟ من المعادله ال ان بي عدد مولات القاعده اهو باينه قدامي اللي هي كام؟ واحد يبقى دلوقتي ال ان بي بتساوي واحد. يبقى هنا التركيز بتاع هيدروكسيد الكالسيوم ام 2 المطلوب. الحجم بتاع هيدروكسيد الكالسيوم اللي تعادل مع حجم من حمض الهيدروكلوريك 20 مللي. الـ N بي عدد مولات هيدروكسيد الكالسيوم من المعادلة 1 مول. نروح بقى على الحمض، طيب تركيز الحمض تركيز الحمض قالت لي في المسألة 5 من 10 يبقى إم1 أو إم أسيد. ام إيه، ام إيه. ام إيه أو إم1، أنا همشي ياسسها كتاب المدرسة. تمام. طالما الكتاب قايل إم1 خلاص نخليها إم1. ام إيه، ام إيه وإم بي. ماشي ما يجراش حاجة. إم1 أو إم إيه. إم إيه. بتاعة الحمض مداها لي 5 من 10 مولر. ومديني الفي اسيد او الفي واحد بتساوي الحجم بتاعها بتاع الحمض وعشرين ملل والان اسيد عدد مولات الحمض من المعادله هو 2 قبل ما احل المساله احب اعرف من هنا احب اعرف من هنا تعريف المعايره ايه هو تعريف المعايره ايجاد تركيز قاعده حجمها معلوم الذي يتعادل مع حجم من الحمض معلوم التركيز من هنا انا برضو اقدر استفاد تعريف المحلول القياسي حمض الهيدروكلوريك هو يعتبر محلول قياسي لان تركيزه معلوم وحجمه معلوم نعوض بقى في القانون عشان نحل المساله القانون بيقول ايه بيقول حاصل ضرب تركيز القاعدة ام بي او ام 2 في, حجم القاعدة في v2 او في بي على عدد مولات القاعدة بيساوي يا ولاد تركيز الحمض ام اسد او ام واحد في حجم الحمض في اسد او في واحد على ان اي انا عندي على طول كده من المعادلة عدد مولات القاعدة هيدروكسيد الكالسيوم كان واحد وعدد مولات حمض الهيدروكلوريك كان اتنين تركيز القاعدة ام بيز او ام بي او ام اتنين مجهول حجمها في المسألة عشرين, عشرين. بينما تركيز الحمض خمسة من عشرة مولر خمسة من عشرة مولر والحجم بتاع الحمض خمسة وعشرين على الاتنين هنضرب يا ولاد طرفين في خمسة وعشرين في خمسة من عشرة في واحد خمسة وعشرين في 5 من 10 في 1 بتساوي 2 في 20 في ام 2. ام 2 بتاعة القاعده هتساوي 25 في 5 من 10 على 40 يبقى ام 2 نترك بقى للطلبه يا استاذ ان هم بقى يعني العمليه الحسابيه كده احنا اظن كده خلاص خطوه قولي. واحده يا استاذ آه خطوة, خطوه واحده بس عشان يبقى كلهم يستفادوا يبقى ام 2 بتساوي اللي هي ام بي تركيز القاعده بيساوي 25 في 5 من 10 في 1 على 40 مولر. كان في ليها سؤال ثاني. أه معانا بس مكالمة، معانا مكالمة. أه الله أميرة من أسوان. أهلا بيك يا أميرة. أميرة من أسوان. أيوه. ألو السلام عليكم. وطي التليفزيون يا أميرة عشان أسمع صوتك. ألو. اتفضلي يا اميره أهلا بيكي لو سمحت يا مستر اختبار الحلقه البنيه اختبار الحلقه البنيه اه, آه. يعني انت عايزة اشرحه يا اميره لا يا استاذ هو استخدمنا محلول النترات مش كده نعم استخدمنا محلول النطارات عشان تطلع معانا الحلقه البنيه اشرح حالك لا. احنا في آه. الحلقه آه. البنيه آه. ده اختبار يستخدم في الكشف عن انيون النترات يا اميره سؤال سعادتك ايه احنا استخدمنا نترات هو المفروض نستخدم النيتريت مش النترات مش كده هو احنا بنستخدم اختبار الحلقه البنيه للتفرقه بين ملح النتريت والنيترات في ملح النتريت بيكون مع لما بنضيف عليه كبريتات حديد اتنين محضره حديثا بكميه وافره بنضيف كبريتات اسمعيني تاني كبريتات حديد 2 FeSO4 محضره حديثا بكميه وافره في الانبوبه وبنضيف عليها ملح نترات و... او نيترات وليكن نترات صوديوم او نترات بوتاسيوم ونحط نقطة نقطة على جدار الأنبوبة من حمض الكبريتيك المركز يتكون في وسط الأنبوبة بيكون حلقة بنية. ده بيتكون مع ملح النتريت. مع ملح النتريت. لا مع ملح النترات. مع ملح النترات بتكون حلقة بنية. أما لو عملنا التجربة وعدناها مع ملح النتريت لا تتكون حلقة بنية. بس ازاي بنكشف عن النتريت؟ الاستاذ خالد عمل لنا تجربه جميله قوي بتاعه لما مرر ملح النتريت نتريت الصوديوم على برمنجنات البوتاسيوم اللي لونها بنفسجي اللي حمضها بحمض الكبريتيك اللي حمضها بحمض الكبريتيك المركب فاختفى اللون البنفسجي فاذا يكون الملح نتريت اما في الحلقه البنيه هعدها تاني الحلقه البنيه بنعمل ايه؟ بنجيب انبوبه اختبار بنحط فيها كميه وافره من كبريتات حديد 2 FeSO4 محضره حديثا وبعدين بنحط الملح اللي احنا بنكشف عنه سواء كان نترات صوديوم او نترات بوتاسيوم يبقى هنا في ملح النطرات ونقطه نقطه على جدار الانبوبه من حمض الكبريتيك المركب يتكون في وسط الانبوبه حلقه بنيه هذا التفاعل دليل على ان الملح اللي كشفنا عنه هو ملح طرد ممكن بقى انا اسالك سؤال ايه رايك طيب السؤال هي كان اسمها ايه اميره يا اميره اسوان اهلا وسهلا هسالك سؤال رمز الحلقه البنيه ايه ها طيب هكتب لك رمز <applause> الحلقه البنيه قولي تاني اه <applause> اتفضلي يا اميره اف <applause> صح صح اف اس دوت ان او برافو عليكي طيب اف اي اس او 4 برافو برافو دوت إنو طيب الحلقه البنيه دي تختفي بالرج او التسخين يقول لي ليه؟ وليه كمان انا لما حطيت نقط من الحمض نزلتها نقطه نقطه على جدار الانبوب. التجربه دي وانا بعملها في المعمل لو ايدي اهتزت تختفي الحلقه البنيه لان هنا الترابط ترابط ضعيف جدا بين اف اس او 4 دوت إنو تختفي الحلقه البنيه اذا حمض الكبريتيك نسيله نقطه نقطه باحتراس على جدار الانبوبه حمض الكبريتيك تقيل لو كبيناه في الانبوبه يهز الايه السوائل تختفي برضو الحلقه البنيه يعني احنا بنقول لك يا اميره عشان احنا يبقى في الكشف عن ان النيتريت له تجربه خاصه بيه اللي احنا عملناه النهارده لما انا بضيف محلول بيرمنج بوتاسيوم محمضه بقطرات من حمض الكبريتيك المركز اذا زال اللون يبقى كده نيتريت وبرضه الكشف عن ان النيترات زي ما وضح استاذنا الاستاذ محمد اللي هي تجربه الحلقه البنية لكن لو انا عايز اميز يا اميره بين النيترات والنيتريت انا بستخدم احدى التجربتين، يعني لو انا استخدمت كبريتات حديث اثنين كبريتات الحديد اثنين المحضره حديثا وضفت حمض كبديك باحتراس على جدار الانبوبه اذا تكونت حلقه بنيه اميره يبقى ده كده عباره عن ملح نيتريت نيترات لكن مع نيتريت لم يعطي اي شيء احنا بنشكرك يا اميره وبنشكر كل طلاب اسوان اهلا بيك معانا ودائما احنا في انتظار تليفوناتكم شكرا لك يا اميره تفضل يا استاذ كان عندنا سؤال من اميره اللي قبل كده كانت غير المساله لا كان السؤال من مريم من السويس أو ما اه اللي هو أعلل؟ كان أعلل انا السؤال أهو بعد إذنك اتفضل سعادتك السؤال كان بيقول لي ما السبب العلمي أو ما التفسير العلمي إن كشف المجموعة التحليلية الثانية عبارة عن غاز الـ H2 h s في وجود حمض الهيدروجيني <H2> أنا عشان أجاوب السؤال ده عايزين نجاوب السؤال ده نكتب المعادلة هي المجموعة التحليلية الثانية كانت بتشمل إيه؟ كانت النحاس لو انا عندي اي ملح للنحاس كبريتات نحاس كبريتات ملح كبريتات, كبريتات نحاس طيب كبريتات, كبريتات النحاس, النحاس رمزها سي يو -4. 4 لو انا ضفت عليها اتش 2 اس هذا التفاعل لا يتم ليه علشان احنا عندنا قاعده في الكشف بتقول ان الحمض القوي الاكثر ثباتا يطرد الحمض الضعيف الاقل ثباتا من املاح هنا هناخد ان شاء الله في الباب اللي جاي البي اتش البي اتش كل ما قيمتها بتقل ده تعني ان الحمض يزداد قوه كلما كانت البي اتش صفر قيمتها بتساوي صفر واحد 2 3 اربعه كل ما قيمه البي اتش بتزيد بتعني ان الحمض بيكون اضعف كل ما البي اتش بتقل بتعني ان هذا الحمض اقوى احنا بنحط هنا الاتش سي ال ليه؟ بخلي الوسط حمضي ليه؟ بنزود عدد الايونات الهيدروجين الموجبه بزود تركيز ايونات الهيدروجين الموجبه يعني بقلل من قيمه البي اتش يعني عشان يقدر الاتش تو اس في الوسط الحمضي ان يتم التفاعل ويتكون سي يو اس راسب اس من كبريتيد النحاس زائد حمض الكبريتيك اتش تو اس او 4 شكرا لك يا استاذ محمد معانا مكالمه تليفونيه احمد من المنيا اهلا بك يا احمد اهلا بك اتفضل يا احمد سؤالك يا احمد عنده سايو عند اضافه كبريتات الصوديوم الى الى اليود إيه؟ عند اضافه عند اضافه كبريتات الصوديوم معايا يا احمد الى ايه؟ سايو كبريتات الصوديوم نعم الى اليود سايو سايو, سايو, سايو كبريتات الصوديوم اه, يزل يزل آه إيه سايو كبريتات الصوديوم هم. آه. الى اليود يزول يزول لون اليود عند اضافه كبريتات الصوديوم اه يزول لون اليود, اليود. ده سؤالك يا احمد أه في سؤال تاني لا آه طب شكرا ليك يا احمد آه آه سؤالنا يا استاذ آه محمد بيقول احمد من المنيا آه عند اضافه سيو كبريتات الصوديوم الى محلول اليود آه يزول لون اليود عايزين قبل ما اجاوب على هذا السؤال الجميل نتفق او أنتوا عارفين من غير اتفاق عارفين ايه لون اليود ايه ابخره اليود بنفسجي ابخره اليود ايه بنفسجي واليود بس ازرق، محلول اليود ازرق، لكن في الابخرة بتاعته لونه ايه؟ ابخرة اليود بنفسجية. طيب انا عندي عندي هنا سايو كبريتات الصوديوم، رمز سايو كبريتات الصوديوم هنكتبه مع بعض: إن أي 2 إن أي 2 اس 2 إن أي 2 اس 2 O 3 آدي سايو كبريتات الصوديوم لما بمرره على محلول اليود لون اليود ايه؟ ازرق راح فين لما بيتفاعل السايو كبريتات الصوديوم مع اليود هيروح فين لون اليود؟ لون اليود هنا ازرق ليه؟ هيختفي سؤال التلميذ احمد اهلا وسهلا بيك يا احمد ليه هيختفي اللون اليود؟ هيروح فين اللون اليود؟ لما يتفاعل سايو كبريتات الصوديوم مع اليود هيكون يوديد صوديوم. هيكون يوديد صوديوم زائد يوديد الصوديوم ده يا ولاد يوديد الصوديوم عديم اللون. انا كده لسه جاوبت على السؤال لكن لسه بقيت المعادله لسه ما كملتهاش. خلي بالك السؤال كان ايه؟ علي اللي ما ياتي عند امرار سايو عند, إضافة عند, إضافة السيديو؟ السيديو. أسف عند إضافة سايو كبريتات الصوديوم على اليود يختفي لون اليود الإجابة لتكون يديد الصوديوم عديم اللون اليود هنا بقى بقى ليه ثلاث حاجات اليود محلول أزرق الأبخرة بتاعته بنفسجية يديد الصوديوم عديم اللون ويكون إيه كمان بقى يا ولاد؟ هيكون كمان المركب ده إن أيه 2 إس 4 او 6 ان اي 2 اس 4 او 6 ده اسمه رباعي صايونات صوديوم رباعي صايونات الصوديوم اتفضل ااا آه. نرجع بقى احنا للموضوع كان لازم في أوه. السؤال ده تمام نجاوب تمام. ولازم نكتب ايه؟ المعادله المعادل. نكتب المعادله طبعا يعني اسئله طيبه جدا وجميله جدا واحنا دايما في خدمه ابناء طلاب مصر كلها وفي انتظار مكالماتكم التليفونيه لكن نرجع للموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه احنا كنا بنتكلم عن التحليل الكمي كنا بنتكلم عن التحليل الكمي الكمي, الكمي وفي التحليل الكيميائي الكمي, الكمي قلنا في كمي حجمي وفي كمي كتلي، في الكمي الحجمي احنا بناخد الكمي الحجمي اللي هو بطريقه التعادل لكن ما هو التحليل الكيميائي الكيفي الحجمي؟ هو الذي يتم فيه قياس حجوم المواد الكمي الحجمي، قياس حجوم المواد المراد قياسها بطريقه التعادل لكن هم دخلونا اساسا في مساله كان يجب من إحنا كل في المساله كلام آه جميل آه آه قوي نشرح تعريف المعايره بالظبط اه ايه بقى تعريف المعايره آه اولا قبل ما اتكلم على تعريف المعايره استاذ خالد عندي المعايره عندنا ثلاث حاجات تفاعلات التعادل تفاعلات الاكسده والاختزال تفاعلات الترصيب احنا مكرر علينا تفاعلات التعادل اللي هي حمض زائد قاعده يديني ملح زائد ميه في عمليه المعايره احنا وعدناهم ان احنا هنوريهم الحاجات ممكن نوريهم السحاحه يا استاذ خالد يعني في ادوات المعايره في المعايره في المعايره او في التحليل الـ الكيميائي الـ الكمي الحجمي بيتم فيه قياس حجوم المواد المراد قياسها عن طريق عمليه تعرف بالمعايره المعايره لها ادوات قبل ما نتكلم عن هذه التجربه الهامه جدا من الادوات التي تستخدم في عمليه المعايره دي كده عباره عن مصه هذه المصه عباره عن انبوبه زجاجيه مدرجه من اسفل الى اعلى ده كده كان بالنسبه لي المصه طبعا المصه فيما تستخدم المصه تستخدم في نقل حجم معلوم اذا احنا دلوقتي بنتكلم عن الادوات التي تستخدم في عمليه المعايره ايضا يستخدم في عمليه المعايره دورق مخروطي هذا الدورق المخروطي بيستخدم في معايره القلوي اللي احنا هنتكلم عنه ايضا عندنا برضو من الادوات التى تستخدم فى عمليه المعايرة، ده عبارة عن سحاحة عبارة عن انبوبة زجاجية هذه الانبوبة الزجاجية مفتوحه الطرفين مدرجه من اعلى الى اسفل ولكن الطرف السفلي مثبت عليه صمام هذا الصمام يستخدم في التحكم في كميه المحلول الماخوذه من السحاحه اذا دي الادوات التي تستخدم في عمليه المعايره اللي احنا هنتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله كده انا كده عندي اديه سحاحه دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن مصه ده كده عباره عن دورك ايه مخروطي لكن نرجع ليه تعريف المعايره يعني ايه بقى المعايره هي تعيين تركيز حمض او قلوي بمعلوميه الحجم اللازم منه للتعادل مع قلوي او حمض معلوم الحجم والتركيز لكن احنا نطلع من تعريف المعايره يعني محلول قياسي المحلول القياسي هو محلول معلوم التركيز يستخدم في قياس تركيزات المحاليل الاخرى توجد تعريفات كثيره جدا جدا لكن احنا هنتعرف عليها من خلال تجربه المعايره اللي هنوضحها لحضراتكم ودي من الحاجات الهامه جدا جدا وكنا استنتجنا منها القانون اللي احنا حلينا به المساله اللي جات لنا بالظبط من لحظات ام اي في اي على ان اي هتساوي ان بي في بي على ان بي اذا اتفضل يا استاذ محمد ده بالنسبه دي المعايره بعد ما تعرفنا على الادوات التي تستخدم في المعايره هنقول ما الخطوات ثم المشاهده ثم الاستنتاج في طروبه المعايره اتفضل يا استاذ انا عايز استغل الارقام اللي قدامنا ديت في عمليه المعايره بالنسبه للمساله اللي كانت جايه لنا من اميره تمام اه المساله كانت جايه من اميره بتقول لي احسب تركيز قاعده تعادل 20 مللتر منها مع 25 مللتر من حمض هيدروكلوريك تركيزه 5 مولر. طيب هنا سؤالي للأولادي. لاولادي لاولادي اللي بيتفرجوا عليا ال 25 ملل ديت ال 25 مللتر دي جبناها بايه نبص كده مع الاستاذ خالد على السحاحة يبقى الخمسة وعشرين دي جات لا السحاحة السحاحة الخمسة وعشرين ملي كانت السحاحة مليانة بالحمض كانت السحاحة فيها حمض لغاية صفر التدريج وبعدين قعدنا ننزل نقطة نقطة لغاية لما اتعادل منها خمسة وعشرين ملي لتر. طيب وعندي تركيز الحمض معلوم إذن هنا الحمض يعتبر ليه محلول قياسي المحلول القياسي هو محلول معلوم حق تركيزه وحجمه تعادل مع عشرين ملي لتر من قلوي من قاعده هيدروكسيد كالسيوم دي سحبناها بواسطه المصه هنشوف كده مع الاستاذ خالد المصه سحبنا ال 20 ملي لتر من المصه سحبناها منين وحطيناها فين؟ سحبناها من الكاس وحطيناها في الدورة المخروطي. يعني هتلاقوا في الاسئله بتاع كتاب المدرسه اذكر ادوات عمليه المعايره. يبقى ادوات عمليه المعايره المصه نقلنا بيها حجم معلوم بواسطه المصه من الكاس الى الدورة المخروط. طيب ما فائدة الدرع المخروطي معايرة القلوي معايرة القاعدة ما فائدة السحاحة عرفنا بيها حجم الحمض الذي يتعادل مع العشرين ملي لتر من القاعدة في حاجة مهمة جدا يا أولاد في عملية المعايرة الأدلة هنشوف مع الأستاذ خالد تعريف الأدلة تفضل أه طبعا لما كنا إحنا بنتكلم عن الأدوات الادوات المستخدمه في عمليه المعايره زي ما وضح لنا استاذنا طبعا الماصه والصحاحه والدورق المخروطي لكن عشان احنا نتعرف على نقطه انتاج تفاعل كنا بنستخدم مواد كيميائيه تتغير الوانها بلون الوسط الذي توجد فيه وهي ما تعرف بالادله او الكواشف اذا ما تعريف الادله ايه الادله هي مواد كيميائيه مواد كيميائيه تتغير الوانها بتغير نوع الوسط الذي توجد فيه، قد يكون الوسط وسط حامضي او وسط قاعدي او وسط متعادل، احنا عندنا اربع انواع من الادله، اللي هو دليل عباد الشمس الميسيل البرتقالي ازرق برومو سيمول الفينول في سريد هنتعرف كده في عجاله كده برضو كل دليل في كل وسط لونه ايه يعني لو احنا مثلا اتكلمنا عن دليل عباد الشمس عباد الشمس في الوسط الحامضي احمر في الوسط القاعدي ازرق في الوسط المتعادل ارجواني طب لو احنا بنتكلم عن المثيل البرتقالي، المثيل البرتقالي، الميسير البرتقالي اصفر في الوسط القاعدي، احمر في الوسط الحامضي، برتقالي في الوسط المتعادل، ازرق برومو سيمول ازرق برومو سيمول في القاعدي ازرق في الحامضي اصفر اخضر فاتح في الوسط المتعادل واخيرا الفينول في سالين عديم اللون في كل من الوسط الحمدي والوسط المتعادل ولكن في الوسط القاعدي نجد انه احمر لكن في بعض الاسئله اللي ممكن تيجي يا استاذنا في الادله نسمعها من سعادتك في الادله. آه نكتب بقى الكلمتين انا عندي الدليل يعني ايه الدليل؟ الدليل مركب كيميائي الدليل مركب كيميائي له لون في الوسط الحمضي. وله لون في الوسط القلوي. وله لون في الوسط المتعادل. خدنا اول دليل اول دليل خدناه خدناه الاستاذ خالد قال عباد الشمس. عباد الشمس لونه في الوسط الحمضي احمر في الوسط القلوي ازرق في الوسط القلوي ازرق وفي الوسط الحمضي احمر ده بالنسبة لي دليل على الشمس, الشمس في الوسط الحمضي احمر وفي الوسط القلوي ازرق وفي الوسط المتعادل في الوسط المتعادل ارجوانيا يا فندم اتفضل طيب فضل. وبعدين خدنا الميسيل البرتقالي الميسيل البرتقالي الميسيل البرتقالي في الوسط الحمضي أحمر وفي الوسط القلوي أصفر وفي الوسط المتعادل برتقالي هنا هقول السؤال أنا ببسطها ويجي يقول لي علل اللي ما يأتي السؤال متجاوب علل اللي ما يأتي لا يصلح حمض الهيدروكلوريك أو لا يصلح الوسط الحمضي في التفرقة بين عباد الشمس والمسيل البرتقالي علل ما يأتي لا يصلح الوسط الحمضي في التفرقة بين عباد الشمس والمسيل البرتقالي كلام واضح قوي قوي لأن كل منهما يعطي في الوسط الحمضي عباد الشمس والمسيل البرتقالي كل منهما في الوسط الحمضي يعطي نفس اللون يعطي اللون الأحمر طب ما نكمل. بالدليل ايه تاني؟ درسنا ايه تاني من الادله؟ كمان خدنا ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض خدنا ايه؟ خدنا الفينول في الفين الفينول في سالين الفينول, الفينول في سالين وايه كمان؟ وازرق ازرق برومو, برومو سيمول ازرق برومو ازرق برومو, أزرق برومو, أزرق برومو, أزرق برومو سيمول, سيمول والميسيل البرتقالي ما خدناهم كتبناهم كتبنا المثيل البرتقالي نكتبه تاني؟ لا خلاص يبقى كده هنقارن بين 2000 الفين الفسالو الفيسالين في الوسط الحمضي في الوسط الحمضي في الوسط الحمضي عديم اللون وفي الوسط القلوي احمر وفي الوسط المتعادل عديم اللون ازرق بروموسيمول في الوسط الحمضي اصفر وفي الوسط القلوي ايه؟ ازرق. يجي هنا الاول سؤال علي اللي ما ياتي لا يصلح الفين الفسالين في الكشف عن الاحماض. الفين الفسالين لا يصلح للكشف عن الاحماض لانه في الوسط الحمضي عديم اللون. طيب علي اللي ما ياتي لا يصلح الوسط القلوي في التفرقه بين ازرق برومو وعباد الشمس. عباد الشمس يا اولاد انتوا فاكرين؟ في الوسط القلوي لونه ازرق. وازرق بروموثيمول في الوسط القلوي ايه ازرق اتفضل يا استاذ آه خالد يبقى اذا آه في تجربه آه المعايره آه كان احنا عندنا بعض المصطلحات العلميه هامه جدا آه اللي دايما تاتي في امتحانات الثانويه العامه آه أنا يقول لي ما تعريف المعايره ما تعريف المحلول القياسي ما تعريف الادله آه وما تعريف نقطه آه التعادل او نقطه التكافؤ دي عباره عن نقطه انتهاء التفاعل والتي تكون فيها كمية الحمض تكافئ كمية القرض ده كده كان بالنسبة للتحليل الكيميائي الكيفي الحجمي وقلنا احنا برضو مسائل توضح استخدام القانون المستنتج اللي عبارة عن ام اي في اي على ال اي بتساوي ام بي في على ال ان بي لكن برضو احنا عندنا التحليل الكيميائي الكمي الكتلي ما نديه مسأله الاول على الحجم تاني يعني ناخد كمان مسأله؟ اه طب نمد سعادتك برضه مسأله من هذه المسائل المهمه جدا هي في التحليل الكمي الحجمي فضل. بيقول لي احسب حجم حمض الهيدروكلوريك احسب. احسب حجم احسب حجم, حجم. حمض آه طب معانا مكالمة آه تليفونية آه عبد العليم الدقهلية آه أهلا بيك يا عبد العليم أهلا السلام عليكم وعليكم السلام اتفضل أولا كل الشكر والتقدير للأستاذ خالد والأستاذ محمد على المجهود الرائع آه شاكرين ليك يا عبد العليم شكرا ليك شاكر يا عبد العزيز آه اتفضل يا عبد العليم آه طب أنا معايا سؤال علل علل اتفضل علل ما يأتي موضحا إجابتك بالمعادلات الرمزية اتفضل جميل اتفضل ها سؤالك يظهر رأس بابا جيلاتيني لا لا واحدة واحدة أنت بتجري ليه مال مال على مهلك قول مال مال آه يظهر راسب معاك يا عبد العليم راسب ابيض جيلاتيني ثم يختفي عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم أه ثم يختفي عند ها اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج لمحلول كلوريد الالومنيوم أه بالتدريج الى محلول كلوريد الالومنيوم أه. أه سؤال جميل جدا طب في حاجه ثانيه عندك يا عبد العليم لا شكرا طيب ماشي, ماشي ماشي شكرا لك يا عبد العليم شكرا لك أه سؤالنا يا استاذ محمد أه علي ما ياتي يظهر راسب ابيض جيلاتيني أه ثم يختفي عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم بالتدريج الى محلول كودوريد الالمنيوم لا هو السؤال انا هعدل عليه بس هكتبه وبعدين هبقى يا عبد العظيم تمام اسمه عبد العظيم اه عبد العليم عبد العليم عبد العليم يظهر راس ابيض جيلاتيني ثم اه يختفي ثم يختفي عند اضافه اه محلول ان اي او اتش عند اضافه محلول ان اي او اتش اه بالتدريج الى محلول بالتدريج اه الى محلول كلوريد الالمنيوم طبعا هي في لا لا, لا 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 بالتدريج الى انا هشيل بقى كلوريد الالمنيوم بالتدريج إلى الراسب المتكون بالظبط. معلش أنا أفهمه السؤال، يعني أنا عدلت معلش يا عبد العليم عايزك تبقى فاهم السؤال كويس فواحدة واحدة. دلوقتي إحنا عندنا كب... أو انت كمان طلبك جميل قوي أنت عايز الإجابة وبالمعادلات، رائع يا عبد العليم. طبعًا يا ولاد السؤال بتاع علل لو قال لك علل وما قالكش اكتب المعادلة وأنت دارس وسمعنا. وبتذاكر من كتاب المدرسه، أي معادلة أنت عارفها اكتبها علل حتى لو ما قالكش بالمعادلة أنت لازم تكتب المعادلة عشان تاخد الدرجة كاملة في التصحيح بتبقى التلميذ بيبقى خارج يا سلام واثق من نفسه أنا هجيب خ... إيه الدرجة النهائية يبص يلاقي نفسه نقص درجة ودرجتين ويروح يراجع يلاقي المصححين على حق لأنه نقص عشان ما كتبش المعادلة. طيب تعالوا نشوف كده انا عندي هو قال كلوريد الالومنيوم ولا كبريتات الالومنيوم كلوريد الالومنيوم آه كلوريد الالومنيوم كلوريد الالمنيوم ال سي ال 3 لما هنضيف له هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش انا يا عبد العليم لازم اضيف هيدروكسيد الصوديوم بقله واقول لك لازم اضيف هيدروكسيد الصوديوم بقله ليه هنا هيتكون ايه هيكون كلوريد صوديوم إن اي سي ال زائد هيدروكسيد الألمونيوم اي ال او اتش باي 3 تعالوا نوزن يا ولاد المعادلة أنا شايف هنا كلوريد الألمونيوم آدي الألمونيوم هنا آه الصوديوم آدي الصوديوم هنا الاو اتش -OH كل 3 أحط هنا 3 3 قبل إن اي سي ال و3 قبل إن إيه او اتش هنا ال و اتش باي 3 اه هنحط 3 قبل ان اس ال نحط هنا 3 عشان نخلي الكلور و3 قبل ان اي او اتش و3 عند ال ان او اتش طيب هنا هيدروكسيد الالومنيوم ده راسب ابيض جيلاتيني يبقى الجزء الاولاني من السؤال عند اضافه هيدروكسيد الصوديوم لازم يبقى بقله تكون على كلوريد الالومنيوم تكون راسب ابيض جيلاتيني لو انا زودت هيدروكسيد الصوديوم علل زودته على ايه ما بقاش بقى كلوريد الالمونيوم يا عبد العليم زودته على الراسب الابيض الجيلاتيني زودت هيدروكسيد الصوديوم على AlOH باي 3 ماذا يحدث عند اضافه المزيد من هيدروكسيد الصوديوم على هيدروكسيد الالومنيوم عند اضافه المزيد من هيدروكسيد الصوديوم على الراسب الابيض الجيلاتيني اللي هو AlOH باي 3 ماذا يحدث للراسب انا قبل ما اقول ليه اختفى هنا كان ابيض لما ضفت على الراسب مش على كلوريد الالمونيوم كلوريد الالمونيوم خلص اداني راسب ابيض جيلاتيني من هيدروكسيد الالمونيوم ليه لما حطيت هيدروكسيد صوديوم زياده على الراسب راح فين الراسب قبل ما اجاوب السؤال هو هنا هيدروكسيد وهنا هيدروكسيد الله هو الهيدروكسيد يتفاعل مع الهيدروكسيد لا ما انتوا دارسين وشطار عارفين ان هيدروكسيد الالومنيوم ماده متردده يعني تسلك مع الاحماض سلوك القلويات وتسلك مع القلويات سلوك الاحماض هنا راح فين الراسب اختفى عشان يتحول الى ميتا الومينات صوديوم ان اي, اي ال او 2 عديمه اللون عديمه اللون زائد اتش 2 او يبقى هنا ماذا حدث؟ للراسب الابيض الجيلاتيني اختفى اختفى ليه لما ضفت عليه زياده من هيدروكسيد الصوديوم لما ضفت عليه زياده من هيدروكسيد الصوديوم تكون ميتا الومينات صوديوم عديمه أه اللون الطلاب الاعزاء سنخرج في فاصل قصير ثم نعود اليكم <applause> بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي وبناتي نجدد التحيه كنا قد تحدثنا عن التحليل الكيميائي الكمي الحجمي ولكن يوجد نوع اخر من التحليل الكيميائي الكمي وهو التحليل الكيميائي الكمي الكتبي طب احنا معانا مكالمه محمد من القاهره اهلا بك يا محمد اهلا بحضرتك اتفضل يا محمد معك. كيف تميز بين معاك كيف كيف تميز بين كلوريد الصوديوم تمام يا محمد وكلوريد الالومنيوم وكلوريد الالومنيوم نعم مم. وفي مسألة آه في مسألة نعم. اتفضل يا محمد اوزيبا 2 جرام اوزيبا آه 2 جرام نعم نعم ها من كلوريد الصوديوم آه من كلوريد الصوديوم غير النقي بالراحة يا محمد غير آه النقي غير النقي إذا إحنا قلنا اوزيبا 2 جرام من آه ان اس ال غير النقي اتفضل يا محمد في الماء في الماء واضيف اليه آه واضيف آه اليه وفر من نطرات وفرة آه وفر من نطرات الفضه نعم فترصب تمام هم. أربعة نعم وست... أربعة و628 من 100 جرام ايه ايه تاني لا لا يا محمد ما أربعة. يا محمد نعم. يبقى فترصب بقى يعني نقول مساله خاصه يا محمد نعم. ها آه اتنين 2 جرام من ان اس ال غير الناقي في الماء واضيف عليه وفرة من نضاره الفضه بعدين فترصب بالظبط بص بقى كنت ناسيها يا محمد ها فترصبا امم اربعه اربعه و628 من 1000 جرام جرام ها من ايه بقى؟ من كلوريد الفضه من كلوريد الفضه يحسب نسبت. احسب نسبه احسب نسبه الكلوريد في العينه اه الكلوريد في العينه في حاجه تانية يا محمد؟ شكرا شكرا ليك يا محمد وسعداء جدا بيك يا محمد آه سؤالنا يا استاذ محمد آه بيقول كيف تميز بين كلوريد الصوديوم وكلوريد الالومنيوم؟ ده كده اول الالومنيوم اه الالومنيوم ولا الالومنيوم؟ الالومنيوم ده كده اول سؤال. كيف تميز بين كلوريد الصوديوم وكلوريد الالومنيوم ومعانا مسأله ثانيه. ماشي يعني ماشي. السؤال الاولاني بتاع كيف تميز بين كلوريد الصوديوم وكلوريد الالومنيوم؟ هنضيف عليهم الكاشف بتاع الالمونيوم اللي هو هنضيف هيدروكسيد الامونيوم او نضيف هنضيف عليهم كيف تميز عمليا بين كلوريد الصوديوم كلوريد الصوديوم وكلوريد الالمونيوم هنضيف يا ولاد هيدروكسيد الصوديوم زي ما شرحنا في من قيمة شوية في السؤال قبل كده هنضيف هيدروكسيد الصوديوم بقلة مع الألمونيوم هيديني راسب أبيض جيلاتيني من هيدروكسيد الألمونيوم ولما زودنا كمية اكتر من هيدروكسيد الصوديوم على الراسب زال الراسب زال الراسب عشان يتكون ميتا, ميتا الومينات صوديوم مش هيحصل هذا التفاعل مع كلوريد الصوديوم. الصوديوم وكتبنا المعادلة وكتبنا المعادلة لما اختفى الراسب الابيض وتكون ميتا الومينات صوديوم ان 2 زائبة في الماء أه ده, ده بقى كان للمسالة بالنسبة كان بالنسبة لي للجزئية الاولى من سؤال محمد لكن في مسالة برضو في المسألة أه بيقول لي أزيب اتنين 2 جرام زيبا 2 جرام من ان اي سي ال غير النقي في الماء واضيف عليه وفره من نطرات الفضه فترصب اربعة فصلة ستة فترسب 4.628 جرام من كورد الفضه هو عاوز نسبه الكلور في العينه كلام جميل المساله كده في الامتحان لازم يديني بين قوسين ويقول لي ان الاي جي الاي جي بتساوي 108 ويقول لي ان السي ال بتساوي 35 ونص ما نحفظهاش لكن لازم كل مساله تديها يديها فبيقول لي أذيب 2 جرام من كلوريد الصوديوم غير نقي في الماء واضيف اليه وفره من نترات الفض كويس فترسب 4.628 من 1000 رقم كده مظبوط جرام من كلوريد الفض احسب نسبه الكلوريد في العين هنا في مسألة ومسألة نحل المسألة اللي هو الهنا الأول لكن هنستغل الأرقام دي في مسألة تانية بس بعد ما نحل دي أنا عندي الـ A G C اللي ترسب الكلوريد اللي هنا قد الكلوريد اللي بتاع كلوريد الصوديوم بالظبط الـ A G C فيها قد ايه C L إيه. فيها قد ايه كلوريد هنا الاي جي سي ال نحسب كتلة الواحد مول الاي جي ب 108 زائد 35 ونص يعني المول هنا ده ب 143 143 ونص 143 جرام كلوريد فضة كل 143 ونص كلوريد فضة تحتوي على 35 ونص جرام كلوريد. من الكلوريد الرقم اللي ترسب بتاع فترسب ربع أربعة وستة وثمانية وعشرين من ألف من كلوريد الفض اللي ترسب هنا أربعة 4.628 فاصلة ستة اتنين جرام من كلوريد الفض يا ترى دول فيهم قد إيه كلوريد سين أنا هجيب سين اللي هي كتلة الكلوريد اللي موجودة فين اللي موجودة في ال فاصلة هنعمل مقص يبقى سين بتساوي خمسة ونص في بالآلة بقى أستاذ خالد أربعة ستة اتنين تمانية على مية تلاتة واربعين ونص هتطلع السين اه طب نقول فكرتها عشان عندنا مكالمة تانية بس هيطلع يعني, يعني ناخد المكالمة ولا نكمل آه آه طب ناخد مكالمة عندنا هبة من سوهاج هبة من سوهاج أهلا بك يا هبة لو سؤال يا يا هبة عينة غير نقية نعم عينة غير نقية عينة غير نقية من سي اي سي 2 سي اي سي 2 او 4 او 4 سي اي سي اي سي 2 او 4 أيوة. لا ما فيش حاجة اس او 4 يمكن قصدك سي اي اس او 4 لا أو سي اي سي او 3 على كيفك اختاري بقى لا طب إيه؟ قولي اللي عندك ايه بقى ماشي قولي سؤالك أو قولي ما كيبه اه قولي مسالتك ايه بقى ها كتلتها 803 من 1000 جرام 803 من 1000 جرام تمت معايرتها تمت معايرتها 15.7 من 10 نعم كم؟ 15.7 من 10 15.7 من 10 آه من محلول من محلول كي ام ان او كي ايه؟ ام 4 كي ام ام او 4 ايوه امم تركيز واحد من عشره مول لكل لتر تركيز واحد من عشره مول لكل لتر آه، تبعا لتفاعل الاكسده والاختزال نعم تبعا لتفاعل الاكسده والاختزال طبعا طبعا ايوه لتفاعل الاكسده والاختزال اه لتفاعل الاكسده والاختزال آه، التالي 2 ام ام او 4 معادله بتقولي ايه يا هبه؟ عندهم مشكلة معادله 4 تاني هبه معاكي يا هبه في معادله 2mno4 في المعادله ايه 2mno4 2mno4 من تحت اقوى اقواس زائد 5c2 يعني انت دلوقتي بتليني المعادله يا هبه اه اللي هو 2mno4 اقواس ها زائد خلاص احنا كملنا هنكمل احنا المعادلة. طب خلاص احنا هنقول المعادلة. اه في حاجة تانية يا هبة؟ احسب كتلة الشوائب في عينة سي اي سي اي سي 2 او 4 احسب كتلة ايه؟ الشوائب في العينة الشوائب اه في العينة سي اي سي 2 او 4 سي اي سي 2 او 4 حاجة تانية يا هبة؟ مصداقية لا اتفضلي يا هبة. اه نكمل أول مسألتنا يا أستاذنا لا لا أنا ليا تعليق هنا اتفضل احنا المقرر علينا يا أستاذ خالد تفاعلات التعادل ما عندناش تفاعلات الاكسده والاختزال وقت البرنامج سمين يعني هي برضو وقتها في المذاكره سمين بس المساله دي جايه على الاكسده والاختزال. والاختزال احنا مش مكرر علينا السنه دي الا تفاعلات تعب يعني عندي المعايره في تفاعلات ايه التعب عشان ما شتتش ذهن اولادنا أه. نكمل الاول المساله الاولانيه هارا بقى المساله تاني بتقول لي وزيب 2 جرام من كلوريد الصوديوم غير نقي في الماء وأضيف عليه وفرة من نترات الفضة فترسب 4.628 من ألف جرام من كلوريد الفضة احسب نسبة الكلوريد في العين بدأنا نحل فقلنا أن كلوريد الفضة كلوريد الفضة AGCL في قد إيه كلوريد لما نبص كده كلوريد الفضة AGCL قد إيه كلوريد جبت كتلة المول من كلوريد الفضة اللي هي خمسة وتلاتين ونص زائد مية وتمانية يعني مية تلاتة واربعين ونص فيها دي كلوريد فيها خمسة وتلاتين ونص جرام يا ترى اللي ترسب اربعة فاصلة وعشرين يبقى فيهم قد إيه كلوريد فهنجيب نعمل مقص عشان اجيب كتلة الكلوريد اللي موجوده فيه 4.628 من الف جرام من كلوريد الفضه. طلعت 1.14 من 100. طلعت 1.14 من مية جرام. جرام. هما ولادي دلوقتي اللي بيشوفونا هيسالوا الله طب ايه علاقه الكلوريد اللي في كلوريد الفضه بالعينه بتاع كلوريد الصوديوم؟ عشان نفهم العلاقه بينهم تعالوا نكتب مع بعض المعادله. هي اذيبت 2 جرام من كلوريد الصوديوم الغير نقي. طبعا كلوريد الصوديوم NaCl سي كلوريد الصوديوم NaCl وضيف سي اضيف عليه وفره من نترات الفضه agno جي ان 3 -E. تعالوا بقى نشوف ايه الناتج؟ الناتج هيديني نترات صوديوم nano 3 إن أي إن أو 3 زائد الراسب الأبيض أي جي سي ال جي سي لو بصينا كويس للمعادلة هنا يا أولاد نلاقي إن الكلوريد اللي في كلوريد الصوديوم هو اللي اتكون هو الكلوريد اللي في كلوريد الأيه؟ الفضة. طب إحنا حسبنا عفواً حسبنا كتلة الكلوريد اللي في كلوريد الفضة واحد واربعتاشر مية جرام إذا كتلة الكلوريد اللي في كلوريد الصوديوم كام؟ واحد وأربع طبقا للمعادلة قد بعض، واحد و14% إيه جرام يبقى نجيب النسبة المئوية على أنا بقى النسبة المئوية اللي هو عبارة عن كتلة النسبة المئوية النسبة المئوية للكلوريد في كلوريد الصوديوم بتساوي كتلة الكلوريد اللي هي 1.14 من 100 على, على كتلة العينة في اول المسألة على 2 وبعدين نضربها في 100، كام دي بالالة يا أستاذ خالد؟ خلاص بقى هم طلعوها يا فندم عشان كده معانا إيه مكالمة تانية؟ معانا مكالمة تانية. ماشي. أه معانا مكالمة إبراهيم من حلوان. أهلا بيك يا إبراهيم. أه يا إبراهيم. لو سمحت عايز أعرف بس كيف نحتاج أه كيف تحصل على كلوريد حديد 2 من كلوريد حديد 3؟ كيف تحصل على دي 2؟ كلوريد حديد 2؟ كلوريد حديد 3 تمام ها من كلوريد ماشي يا ابراهيم معاك لحظة إبراهيم. لحظة يا ابراهيم معاك كلوريد إبراهيم. حديد 3 وايه و ايه تاني يا ابراهيم؟ وكيف تحصل على اكاسيد الحديد الثلاثة من الصيدرايز اكاسيد الحديد الثلاثة من السدايد جميل قوي سؤالك حيث. يا ابراهيم ها في تاني اسئله؟ شكرا بس شكرا ماشي تؤمر يا ابراهيم مع السلامه اتفضل يا ابراهيم اتفضل اذا اه سؤالنا هو في اه 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 تحويلات اه الحديد يا استاذ محمد بيقول لي كيف تحصل على كلوريد الحديد 2 من كلوريد الحديد 3 انا يهمني قوي وانا بحل السؤال ده ان انا امشي بمعادلات خدناها ان انا اعمل التحويلات دي بمعادلات مقررة عليا موجودة في الكتاب المدرسي فهو عايز كلوريد حديد 2 من كلوريد حديد 3 انا عندي كلوريد الحديد 3 fecl 3 يعني طالما احنا بدايتنا fecl 3 كده انا عندي معادلة اجبارية يا أستاذنا ابدأ من اف 3 اه افعله مع قلوي افعله مع الكاشف بتاع الحديد 3 ما هو ده مرتبط بده اللي هو ان اي او اتش اللي هو هيدروكسيد الصوديوم او هيدروكسيد الامونيوم. نتكلم عن يبقى هيدروكسيد الصوديوم تبقى اسهل. بالظبط. يبقى 3 ان اي او اتش. الله انا سامع واحد طب ما تعملها بهيدروكسيد الامونيوم هي هي والله. هنا انا استعملت هيدروكسيد الصوديوم هيطلع ايه؟ هيطلع 3 ان اي سي ال زائد اف اي او اتش باي 3 ده احمر جيلاتيني من هيدروكسيد الحديد ثلاثة الله طب ما التلميذ زعلان بيقول لك لا اعملها بالكشف بتاع المجموعه بلاش هيدروكسيد الصوديوم ماشي نعيدها تاني خلي بالك هيدروكسيد هيدروكسيد اف اي سي ال3 زائد تلاته ان اتش4 او اتش تلاته هيدروكسيد امونيوم الناتج ايه كلوريد امونيوم 3 ان اتش 4 سي ال زائد زائد ايه يا اولاد؟ زائد الراسب الاحمر الجيلاتيني اف اي او اتش باي 3. المعادله الاولانيه على كيفك، عايز تعمل مع هيدروكسيد الصوديوم ماشي، عايز تعمل مع هيدروكسيد الامونيوم ماشي. طب وبعدين؟ عندنا معادله بتقول لي ان هيدروكسيد الحديد 3 اف اي او اتش باي 3 نسخنه اعلى من 200 درجه اوفر 200 هيديني أكسيد الحديد 3 إف إي 2 إف إي 2 أو 3 زائد ميه 3 إتش 2 أو يبقى 2 مول من إف إي أو اتش باي 3 2 ولا 3؟ 2 مول 2 مول في الأول خالص 2 آه. مول اه الدنيا. طيب هناخد بقى أكسيد الحديد 3 هنختزله باي عامل مختزل من 400 ل 700 عشان احصل على اكسيد حديد اكسيد حديد 2 يبقى انا ايه هاخد اكسيد حديد 3 اللي لونه احمر اكسيد حديد 3 الاحمر ده هعمل له اختزال هنعمل Fe2O3 اكسيد حديد 3 Fe2O3 الاحمر هعمل له اختزال بالCO بالCO بس او H2 بس مين. لازم اكون عارف ان الاختزال ده من 400 ل 700 من 400 درجه ل 700 درجه هيديني اكسيد حديد 2 زائد سي او 2 اف اي او اف اي او زائد سي او 2 طب ما تيجي نعمل حاجه ثانيه لا 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 نعمل حاجه ثانيه خالص نختزله اعلى من 700 جوه الفرن العالي هكتب هنا اعلى كده اسهل اعلى من 700 هيديني حديد جوه الفرن العالي زائد 3 سي او, أو 2. 2 سي او 2 هو عايز ايه بقى عايز كلوريد حديد ايه عايز كوريت حديد ايه؟ آه هو عاوز كوريت حديد اثنين عايز كوريت حديد اثنين؟ لا طب ما كنا خلينا بقى اكسيد حديد اثنين نعملها تاني معلش عفوا ممكن عفوة. الحديد افعله مع الاتش سي ال برضه يديني كلوريد حديد 2 لان بينتج الاتش عن برضه صح كده اه يبقى اذا برضه هي, هي هنكمل اللي مية مية. عملته يبقى هنا الحديد الحديد افعله مع اتش سي ال مخفف اتش سي ال مخفف وهنا سؤال تعليل بيجي في الامتحان 100 100 والله تمام. تمام. يديني كلوريد حديد 2 اللي H2 لو H2 هو عايزه اللي 2 زائد اتش 2 زائد اتش 2 يجي يقول لي علل ليه الحديد لما تفاعل مع حمض الهيدروكلوريك ال المخفف ليه تكون كلوريد حديد 2 ما تكونش كلوريد حديد 3 عشان هنا ايه لان الهيدروجين الناتج عامل انا بقى كنت عايز اعمل ايه كمان كنت عايز اعمل طريقه ثانيه برضو تنفع أه طبعا عندنا حاجه ثانيه برضو عشان بس نرد على اسئله ابراهيم من حلوان عاوز اكاسيد الحديد الثلاثه من السدرايت 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 هو عباره عن كربونات الحديد 2 كربونات الحديد 2 هو اف اي أوه. سي او 3 وعاوزين نقول لتلامذتنا ان في حاجات تبقى اجباريه بالنسبه ليا يعني انا طالما ابتديت بسيدرايت اذا اجباري اعمل عمليه تسخين احصل على تسخين زي اللي هي في عمليه تحميص بالظبط يا فندم هتديني اكسيد حديد 2 زائد ثاني اكسيد كربون اكسيد الحديد 2 اول اكسيد انا حصلت عليه اكسيد الحديد 2 اللي حصلت عليه هعمل له اكسده سهله تسخين في الاكسجين اداني اكسيد حديد 3 Fe2O3 ايه 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 يبقى انا دلوقتي يا استاذ خالد جبت له اكسيد حديد 2 من السيدرايت اللي لونه اسود وجبت له اكسيد حديد 3 خدت اكسيد حديد 2 اللي اتكون فطلع لي اكسيد حديد ايه 3 فاضل اكسيد حديد مغناطيسي فاضل نجيب له اكسيد الحديد المغناطيسي هاخد اكسيد حديد 3 Fe2 ايه Fe2O3 ايه ايه كميه منه ما هو عايز الثلاثه 3 ادي اكسيد حديد 2 ادي يعني اكسيد الحديد 3 هناخد <applause> شويه من اكسيد الحديد 3 نعمل له اختزال ب CO بس من كام لكام من 230 ل <applause> 300 درجه فيتكون اكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 اكسيد حديد ثلاثة انا اختزلته ماشي معانا كريمه من هنا كريمه من هنا اهلا بيك يا كريمه أهلا وسهلا بحضرتك أمور يا كريمة اتفضلي يعني احنا يبدو ان احنا النهارده لينا حظ وافر مع قطاع الصعيد بالكامل يعني أهلا بيكم أهلا بيكم بلديات أهلا وسهلا بحضرتك أمور يا كريمة أنا عندي أسئلة في قاعدة لوشاتيدي قاعدة بس لوشاتيدي ماشي 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 في الباب الجاي لكن هي بتذاكر وسبقت ماشي خلاص هنرد عليك اتفضلي قولي يا كريمة قولي معلش بس كنت عايزة فهم في كويس فيها عشان مش عارفة أحلها وحدي عايزه إيه؟ عايزه فيلم كويس فيها بشرح الحل بتاعها عشان مش عارفه احل آه هالوقت يعني آه برغم ان دي لسه في الباب اللي جاي لكن احنا آه هنرد عليك يا كريمه اتفضلي قولي مسالتك يا كريمه التفاعل الاتي آه ايه, ايه قولي التفاعل قولي يا كريمه ايه هو التفاعل يا كريمه التفاعل آه الاتي من التفاعلات الطارده للحراره ها قولي ها التفاعل نعم ماشي نعم. المعادله دلوقتي آه اتفضلي ايه او نعم اكسيد الخرسين اكسيد الخرسين زد ان او تمام زد سي او زائد سي او الناتج سي او 2 سي او 2 زائد زد ان بس صلب 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 ها والسي او 2 غاز وسي او غاز وزد ان او غاز صلب برضه صلب صلب تمام المطلوب الف الف اعد كتابه المعادله مستخدما الرمز دلتا اتش هو ده تفاعل مم. ايه قلتي طارد اه طارد الحراره اه قاعد كتابه المعادله مستخدمة الرمز إتش. اه مستخدما دلتا اتش ها جميل ها تمام مم. وضح اثر ما ياتي على اتزان التفاعل اذا مم. افترضنا انه يتم داخل مكبس ايه اه يعني احنا بنفترض ان هذا التفاعل تم داخل مكبس فعشان تمام. بقى نعرف اثر ما يلي ها ايه بقى اضافه ال... المزيد إضافة المزيد أول أكسيد الكربون المزيد من أول أكسيد الكربون اثنين إضافة لا استني بس أنا بكتب أنا أنا معاك يا أستاذ محمد ها إذا أول حاجة إضافة المزيد من سي أو الحاجة الثانية إضافة عامل حفاز إضافة عامل حفاز هم؟ إضافة ثالث حاجة هم؟ إضافة قطعة من الخرسين. آه قطعة من الخرصين أربعة آه رفع درجة الحرارة رفع درجة الإيه الحرارة حاجه تانيه شكراً لا شكراً لا شكراً شرفتينا يا كريمه شكرا لك يا كريمه هنجيب علي سؤالك يا كريمه برغم آه ان ده يعتبر في باب الاتزان آه الكيميائي الباب آه آه اللي جاي آه آه عندنا المعادله يا استاذ محمد زد ان او سولي سي او جاز كان الناتج سي او 2 جاز زد ان لكن كريمه بتقول ان هذا تفاعل طارد للحراره فالمطلوب الاولاني قاعد كتابه المعادله مستخدم منها دلتا اتش احنا بس يعني عايزين نذكرهم ان في اولى ثانوي خدوا حاجه اسمها الطارده والمصه لما يكون التفاعل تفاعل طارد ومدلتا اتش سالب اما لو كان التفاعل تفاعل مص فتكون دلتا اتش قيمه موجبه اذا في قاعده كتابه المعادله هنكتب نفس المعادله ولكن هنوضح قبل كده أوه. نقول الاول قاعده شاتليه آه. قاعده شاتليه بتقول اذا اختل نظام كيميائي متزن بفعل مؤثر خارجي مثل التركيز الحراره الضغط التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل من هذا الاثر او يلغيه لتعود حاله الاتزان لو بصينا كده مع بعض للمعادله المعادله بتقول زد ان او صلب زائد سي او غاز الناتج سي او 2 زائد غاز زائد زد ان صلب الاول يعني ايه هذا التفاعل متزن هذا التفاعل متزن يعني سرعه التفاعل في الاتجاه الطردي انا بشرح بالتفصيل علشان الاولاد اللى لسه موصلوش لقاعده الشاتليه وقاعدين بيتفرجوا علينا يستفادوا يبقى مش صاحبة السؤال بتستفاد وكل الطلبه اللي لسه ما وصلوش لقاعه الشاتليه يستفاد فنشرحها واحده واحده كده الافاده للجميع يا استاذ خالد يعني بنص لحاله الاتزان لما تساوى ار1 مع ار2 يعني يبقى هنا معدل التفاعل بنص يعني لحاله الاتزان عندما تتساوى سرعه التفاعل الطردي مع معدل R1 واحد سرعة مع سرعه التفاعل العكسي ار2 يبقى ما المقصود بان هذا التفاعل متزن المقصود حاجتين لما ابص كده نبص كده للمعادله هذا التفاعل متزن اقصد بيه ايه اقصد بيه ان معدل التفاعل الطردي بتساوي ار1 بتساوي معدل التفاعل العكسي ار2 المتفاعلات والنواتج موجوده معا في حيز التفاعل طيب ادي حاجه هنا طالبه مننا عايزة المعادلة باستعمال دلتا اتش بالعلم انه لما تفاعل إنه دلت طارد للحرارة بالسالب يبقى هذا التفاعل طارد للحرارة يعني بنكتب نفس المعادلة يعني الحرارة مع النواة بالظبط ونوضح ان دلتا اتش قيمة سالبة هذه دلتا اتش بالسالب ونكتب نحط هنا الحرارة مع النواة يبقى كتبت هنا هيت او حرارة ليه زودت هنا كلمة حرارة علشان هذا التفاعل طارد للحراره. بس هي يا دلتا اتش اذا هي ما دلتا, دلتا اتش هي إيه بالسالب اهي. دلتا اتش كي انا كتبت سالب. لها دلتا اتش بالسالب دل بالسالب دي. لكن المعادله بعمل ايه؟ مش هكتب دلتا اتش في المعادله، دي دلتا اتش بالسالب بتقول لي ان هذا التفاعل طارد للحراره. بتقول لي اكتب الحراره بالامر مع النوات ادينا كتبنا ادي دلتا اتش بالسالب وهذه الحراره مع النوات طيب، ماذا يحدث عند اضافه المزيد من غاز سي او؟ عند اضافه المزيد من غاز سي او ينشط التفاعل الاصلي طبعا احنا عايزين نبقى قيمة سي او يعني انا زودت من تركيز احد المتفاعلات ينشط التفاعل الطردي فاذا ماذا يحدث عند زياده او اضافه المزيد او عند زياده تركيز المتفاعلات ينشط تفاعل الطرد آه. يعني معنى ان ينشط الطرد يعني يزداد تكون غاز يبقى CO2 يبقى هي هيقل تركيز السي او ويزداد تركيز السي او 2 يعني اذا زاد معانا يا هبه اذا زاد يا كريمه إذا زاد تركيز أحد المتفاعلات ينشط التفاعل في الاتجاه الطردي حتى يظل الاتزان قائما طبقا لقاعدة دوشتيليه إذا حدث تغير في أحد العوامل التي تؤثر على تفاعل متزن أو نظام متزن مثل الضغط أو الحرارة والتركيز فإن التفاعل ينشط في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي من هذا التأثير إذا عشان تفهم هنا كل إضافة عامل حفاز عامل حفاز لما يسألني على عامل الحفاز أعد عدد مولات المتفاعلات وعدد مولات النواتج اذا طلعوا قد بعض عدد مولات المتفاعلات بتساوي عدد مولات النواتج في الضغط ده يا فندم قول قولي في سرك الحمد لله الضغط لا يؤثر واكتبي الضغط لا يؤثر ده 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 تعال أنا... نعد هنا هلاقي هنا 2 مول متفاعل و2 مول نواتج اذا ايه الماده الحفازه لا تؤثر على الاتزان يعني بصفه عامه يا كريمه العامل الحفاز لا يغير من موضع الاتزان العامل الحفاز لا يغير من موضع الاتزان ولكن يزيد من معدل التفاعل الطرد والعكس بنفس المعدل اذا بصفه عامه انا بقول لي ماذا يحدث عند اضافه عامل حفاز اقول له العامل الحفاز لا يغير من موضع الاتزان وزي ما قلنا استاذنا لو قال لي ما تاثير الضغط هنبتدي نعد عدد مولات كل من المتفاعلات والنواتج شكرا ليك يا استاذ محمد فعلا الضغط هنا في هذه المعادله لا يؤثر لتساوي عدد مولات كل من المواد المتفاعله والمواد الناتجه لكن برضه كريمه برضه ليها سؤال تاني يا استاذنا اضافه قطعه من الخرسين الخرسين صلب هيترسب مش هيأثر لا يؤثر آه طب رفع درجه الحراره لو جينا بقى لرفع درجه, درجة إيه الحراره, الحرارة. مفروض ان لو هذا التفاعل زي ما احنا شايفين هنا الحراره فزودنا الحراره في النواتج لو زودنا الحراره ينشط التفاعل في الاتجاه العكسي يقل تركيز ثاني اكسيد الكربون ويزداد تركيز اول اكسيد الكربون يعني لما يكون التفاؤل تفاؤل طارد نقول ان التبريد في الطار الطارد طاردي هنا انا كده برفع درجة الحرارة اذا التسخين يعني ينشط التفاؤل في الاتجاه الايه العكسي ده كده بالنسبه للرد على سؤال كريمه ويا كريمه لسه هنقول يعني تاني قاعده شاتليه في يا كريمه ان بالضبط. شاء الله يعني من خلال متابعتك لينا في هذا البرنامج المتميز احنا هناخد قاعده نشاتليه بالتفصيل وهتشرح بالتفصيل وهناخد امثله عديده جدا جدا ان شاء الله لكن معانا مكالمه اخرى محمود من القاهره اهلا بيك يا محمود السلام عليك. وعليكم عليكم وعليكم السلام انا السلام انا بس الو اتفضل يا محمود كان عندي سؤال بس لون اليود ازرق ولا بني محلول اليود ازرق ولا بني مم. في سؤال ثاني اه هو يبقى اذا اول سؤال محلول اليود ازرق ولا بني احنا سبق قلنا بس هنقوله مره ثانيه ايه السؤال الثاني يا محمود لا لا مفيش مفيش خلاص هو ده سؤال بس يعني هي. سؤال محمود محلول اليود ازرق ولا بني بني مزرق والحلقة الجاية هنجيبها لك ونوريك لونه إن شاء الله. آه طيب آه إحنا يعني آه بعد ما خدنا هذا الكم من الأسئلة وكنا إتكلمنا بقى عن التحليل الكيميائي آه الكمي الحجمي آه لكن لما نيجي نتكلم عن التحليل الكيميائي الكمي الكتلي إيه هو التحليل الكيميائي الكمي الكتلي؟ يتم فيه فصل العنصر او المكون المراد تقديره ثم تعيين كتلته ثم حساب كميته باستخدام الحساب الكيميائي يبقى تاني لو احنا بنتكلم عن التحليل الكيميائي الكمي الكتلي يتم فيه فصل العنصر او المركب او المكون المراد تقديره ثم تعيين كتلته ثم حساب كميته باستخدام الحساب الكيميائي. ولكن عمليه الفصل بتتم بطريقتين اما بالتطاير او الترسيب اذا التحليل الكمي الكتلي عندي فيه نوعين تطاير وترصيب. طب لو انا بتكلم عن التحليل الكمي الكتلي والذي يتم فيه فصل العنصر او المكون المراد بالتطاير. ايه هو الاساس العلمي للتطاير؟ يعتمد على تطاير العنصر أو المركب المراد تقديره ثم تتم عملية التقدير بجمع المادة المتطايرة وعين كتلتها أو تعيين النقص في كتلة المادة الأصلية لكن إحنا عندنا مسائل هامة جدا ودايما موضع تساؤل بالنسبة لتساؤل التطاير إحنا هنعرض بعض منها ومن خلال هذه المسائل هنتعلم ان شاء الله من استاذ محمد طريقه جميله معانا مكالمه عبد الح... عبد العليم من الدقهليه السلام عليكم وعليكم السلام طب كان معاك كمان امر يا ابو العليم عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم ايوه اتفضل الى محاليل ثلاث املاح الكلوريدات يتكون فيه اه يعني وعنا وعنا إضافة عبدالعليم. محلول هيدروكسيد الصوديوم يا عبد العليم أوه. الى ثلاث محاليل وهما الاول راسب ابيض جيلاتيني اه يعني الاول ده راسب ابيض جيلاتيني والثاني راسب ابيض راسب بني احمر محمر راسب بني محمر اه بني محمر ها والثالث راسب ابيض مخضر راسب ابيض مخضر ثم اذكر الشركة القاعده للاملاح الثلاثه مع واكتب معادلات التفاعل اه يعني انت احنا ضفنا محلول ان او اتش الى ثلاث انابيب أوه. واحده ادتني راس أبيض جيلاتيني والاخرى راس بني محمر والثالثه ابيض مخضر السؤال عايزين نتعرف على الشق القاعدي اللي هو الكاتيون ونكتب المعادله بتاعه كل واحده سؤال جميل جدا جدا وسهل خالص آه، هنوضحه ليك يا عبد العليم اتفضل يا استاذنا تحت امرك بلني... شكرا ليك يا عبد العليم بيقول لي عند اضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم الى ثلاثه محاليل الاولانيه كونت راس ابيض جيلاتيني يبقى الشق القاعدي الكاتيون الموجب الألمونيوم. ايون الالومنيوم الثلاثي في الثانيه اتكون راسب بني محمر يبقى الشق القاعدي الكاتيون الموجب هو ايون الحديد ثلاثه ثلاثه الثالثه اتكون فيها راسب ابيض مخضر او اخضر فاتح او ديرتي جرين يبقى حديد اثنين طيب عايزين المعادلات يعني المعادلة... احنا كده اتعرفنا على الشق القاعدي يا استاذ محمد هنكتب المعادله بتاعه كل أوه. واحده من الالمنيوم النهارده محظوظ معانا تالت مره يسالونا فيه وتالت مره يشوفوا المعادله كان الكلوريد الالمنيوم نغير نخليها لهم الدور ده كبريتات قلم اه لكن احنا هنختصر ونكتب التجربه الاساسيه عشان سبق ان احنا قلنا التجربه التاكيديه بتاعه اضافه البيزيد بين ان اي او عشان وقت برنامجنا ونقدر يعني نتكلم يعني استعمل هيدروكسيد امونيوم ولا هيدروكسيد الاساسيه هيدروكسيد الامونيوم التجربه الاساسيه الأمونيوم. اتفضل سعد طيب انا عندي اي ال 2 اس او 4 باي 3 ده كبريتات الالومنيوم هنحط عليها إن اتش 4 أو اتش هيدروكسيد أمونيوم اللي هو الكاشف بتاع التجربة الأساسية الكاشف التجربة الأساسية التجربة الأساسية دي التجربة الأساسية. الأساسية فتكون كبريتات أمونيوم إن اتش 4 باي 2 اس او 4 باي 2 اس او 4 زائد اي ال او اتش باي 3 ده راسب أبيض جي وانا يا اولاد ان هذا الراسب انا لو حطيت عليه هيدروكسيد صوديوم بيختفي لتكون ميتا الومينات صوديوم تعالوا نوزن المعادله دي بسرعه كده مع بعض هنا الالومنيوم 2 هنحط 2 قبل ايه ايه هنحط هنا 2 عشان يبقى هنا الالومنيوم 2 وهنا 2 الاو اتش بقى كام 6 احط هنا 6 عشان الاو اتش بس هنا 2 نحط 3 ده كان بالنسبه لايون الالومنيوم او الكاتيون الموجب اللي هو الالومنيوم او الشق القاعدي اللي هو الالومنيوم والتجربه التاكيديه سهله قوي بدل هيدروكسيد الامونيوم هنقول هيدروكسيد الصد طيب الثاني اداني راسب بني محمر حطينا كلوريت الحديد 3 FeCl3 لما ضفت عليه هيدروكسيد الامونيوم اداني راسب بني محمر وعندي بالمره نكسب وقت كلوريد حديد 2 لما حطيت عليها هيدروكسيد الامونيوم اداني راسب ابيض فاتح. كلوريد الحديد 3 هنحط معاه هيدروكسيد الامونيوم كاشف المجموعه التحليليه NH4OH هيكون هنا ايه؟ هيكون هنا كلوريد امونيوم NH4 NH4Cl زائد FEOH باي 3 زائد FEOH باي 3 راسب بني محمر. تعالى نشوف كلوريد الحديد 2 لما نحط معاه كاشف المجموعه التحليليه اللي هو هيدروكسيد الامونيوم NH4OH اتكون كلوريد امونيوم 2 NH4Cl زائد FEOH 2 ابيض مخضر او اخضر فاتح. أه شكرا ليك يا استاذ محمد لكن معنا مكالمة تليفونية شيماء من أسيوط أهلا بك يا شيماء. أهلا. اتفضلي يا شيماء سؤالك يا شيماء للحصول على الحديد أيوة ها الفرن العالي للحصول على الحديد من الفرن العالي يختزل غاز أول أكسيد الكربون أكسيد الحديد ثلاثة بتقولي يا شيماء يختزل غاز أول أكسيد الكربون أكسيد الحديد ثلاثة يختزل أول أكسيد الكربون ها أكسيد الحديد ثلاثة أكسيد الحديد ثلاثة ها فإذا كان خامل يمكاي فاذا كان هي دي مساله يا شيماء اه خام الهيماتايت يحتوي على 45% من اكسيد الحديد 3 جميل قوي من اكسيد الحديد 3 مم. كم كيلو جرام من خام الهيماتايت يلزم لانتاج طن حديد اه تمام ها آه في تاني شكرا. حاجه تانيه لا شكرا آه ماشي دي مساله تكررت كثيرا يا استاذنا في امتحان الثانويه العامه تاني اه فطبعا يعني هنحلها كده على طب آه. قول تاني بس اه للحصول على الحديد من الفرن العالي يختزل سي او اف اي 2 او 3 فاذا كان خام الهيماتايت يحتوي على 45% اكسيد حديد 3 فكم كيلو جرام من الحديد يلزم لانتاج ايه؟ من الخام يلزم لانتاج طن حديد فكم؟ اه فكم كيلو جرام من الخام يلزم لانتاج طن حديد لكن في جزئيه نظريه الاول سعادتك هتوضحها لنا ايه معنى كلمه 45% ايه معنى ان خام الهيماتايت يحتوي على 45% هنوضحها واحنا بنحل المساله بالظبط ما دي هتخدمنا في حل المساله هنوضحها ونبتدي نحل المساله من المسائل اللي تكررت مرتين في امتحانات الثانويه العامه طبعا اتفضل زي ما بقوله بكرر يا استاذ خالد اتفضل في زالت. ارقام لازم يديها لي في المساله اللي قيم كتل اوزان الذرات اه مش آه. لازم تلمزنا او الطالب بتاعنا يكون حافظ لا احنا بنضمنهم يعني ان القيم لازم يديها له في سياق المسألة. المساله, انا ملاحظ ان هم بيملوا المسائل من غير الارقام دي مش مشكله احنا نقولها مش مشكله لكن لو جت في الامتحان لازم لابد ان يدينا قيم كتل اوزان الذرات يبقى الاف اي -E بين قوسين بيديني كده 55 و8 من بعد لا. الكتب بتختصرها طول 56 آه خلينا دي دي لا دي. خلينا نحسبها لهم بالظبط تمام تمام وبيقول لي ان الاو بتساوي 16 انا عندي عندي الاول قبل ما أب يعني مع بدايه المساله ببص كده بيقول لي ان ال اف اي 2 او 3 ال اف اي 2 او 3 في قد ايه المول ده؟ الواحد مول من ال اف اي 2 او 3 في قد ايه حديد؟ في اتنين اف اي في اتنين ايه؟ اف اي ايه ايه ماشي يا استاذ خالد مع صحيح هنجيب النار. كتلة واحد مول من اف اي 2 او ايه 3 بالآلة بالآلة معايا يا استاذ خالد 3 في 16 زائد 2 في 55 و 8 من 10. هتطلع 159 و 6 من جرام لا انا همشيها طن همشيها طن ده حديد انا لما بروح اشتري حديد ما بروحش اشتري جرام أو طبعا لا انا بشتري حديد ب 5 طن 6 طن ولا مش جرام جرام طن طن تبقى كعملها برضه نفس الناتج هي عايزه كيلو جرام في الاخر نحول تمام نحاول. تمام يبقى كل ما كتله 1 مول من اكسيد الحديد 3 اف اي 2 او 3 اللي هي 159 159 وكم؟ و6 و6 من 10 جرام و6 من 10 نقول بقى طن ماشي يبقى المول من اكسيد الحديد 3 الواحد مول بتاع اف اي 2 او 3 في, في قد ايه حديد؟ في 2 في 55 و8 من, يعني من 10 يعني 111.6 جرام 111.6 جرام 11 بيسالني وانا بقى بسالكم اسمها ايه التلميذه؟ أه شيماء من اسيوط يا شيماء في المساله بيقول لي كم طن يلزم لانتاج واحد طن حديد؟ الواحد طن حديد اكتبه تحت الحديد هنا الواحد طن حديد جاي من قد ايه اكسيد حديد ثلاثة سين واحد اسمعوني تاني الرمز بتاع اكسيد الحديد ثلاثة اف اي تو اسري يحتوي على اتنين اف اي المول مية تسعة وخمسين وستة من عشرة طن يحتوي على اتنين في خمسة وخمسين وثمانية من عشرة مية وحداشر وستة من عشرة طن يا ترى الواحد طن حديد جاي من قد ايه اكسيد حديد 3؟ يعني كده هنحسب كتله اكسيد الحديد 3 التي تنتج طن حديد داخل الفرن العالي تمام. لما نختزلها بغاز اول اكسيد الكربون يبقى اذا هتساوي اذا مكتوب سين, سين واحد سين واحد بتساوي سين أه واحد بتساوي 159 وستة من 10 في 159 وستة من 10 على 111 وستة من من 10 بتطلع 1.43 من 100 طن. طن يبقى كل كل 1.43 من 100 طن اكسيد حديد 3 لما بختزلها جوه حديد. الفرن العالي بتديني 1 ايه طن حديد طيب كان سؤال أستاذ خالد عايز يوضح لولدنا ما المقصود طب نكمل المسألة طيب طيب أوه. هنا بيقول لي عايزين كم هنا. طن من الخام يلزم لإمتاج هنا الخام وهنا اكسيد الحديد 3 يعني ايه 45%؟ يعني ايه الخام يحتوي على 45% اكسيد الحديد ثلاثة؟ ما حديد المقصود بأن الخام يحتوي على 45% أكسيد, اكسيد حديد ثلاثة يعني كل 100 طن كل 100 طن من الخام جميل تحتوي على 45 طن اكسيد حديد ثلاثة يعني الباقي شوائب والباقي شوائب تمام خلي بالكم ما المقصود بأن خام الهيماتايت يحتوي على 45% اكسيد حديد 3 يبقى كل 100 طن من الخام تحتوي على 45 طن من اكسيد حديد 3 طب ما احنا جبنا دلوقتي س واحد اكسيد حديد 3 اللي هي 1 و3 هنا 1 و43% طن بتديني جايه من قد ايه خام؟ س 2 س 2 يبقى س 2 نعمل مقص ثاني 100 في 1.43% على 45 خمسة خمسة واربعين. واربعين. تطلع 3.17% طن. 3.17% طن بس هي عايزاه بكيلو ايه؟ جرام. نضرب الناتج ده في ايه؟ فعل. فعل. آه معانا مكالمة أسماء من البحيرة. أهلاً بالبحيرة وطلاب البحيرة. أيوه أسماء معايا. السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام، إزيك يا أسماء؟ الحمد لله. جلد. أهلاً بيكي أمور يا أسماء. لو سمحت انا عندي سؤال أه، اتفضلي سؤالك, سؤالك عشان الوقت على طول يا اسماء سؤالك أه، مش سامعك يا اسماء إيه؟ يتضح من الشكل المقابل طب وطي التلفزيون و... يا اسماء وطي التلفزيون ها اتفضلي قولي يا إيه؟ اسماء سؤالك ها يتضح من الشكل المقابل ولا تعبر عن درجات انفعال عدة شباهي ايه؟, إيه؟ آه، من الشكل المقابل فين الشكل المقابل؟ فندا. الشكل ده عباره عن محور سيني وصادي أه لا ده سؤال بياني مش هينفع كده نقوله كده يا اسماء اه طب آه عندك سؤال تاني فشوفي السؤال تاني أيوة يا اسماء في سؤال تاني اتفضلي عند تسخين الحديد في الهواء لدرجه الاحمرار عند تسخين ها الايه الحديد في الهواء لدرجه الاحمرار جميل ها يتكون اكسيد الحديد يتكون أكسيد. اكسيد الحديد المغناطيسي طبعا الحديد المغناطيسي نكملك لك السؤال اي بالظبط نعم في سؤال ثاني هو ايه السؤال طيب طب السؤال إيه؟ ان يعني أي. يتكون يعني عايزه معادله ولا عايزه ايه يعني ها لا اختيار اه يعني ولا ثلاثي ولا مغناطيسي ولا خلاص كده احنا جاوبناه يا اسماء خلاص كده احنا جاوبناه اذا الاختيار يا يعني اسماء اكسيد حديد مغناطيسي لان اكسيد الحديد المغناطيسي يتكون اما بامرار الهواء او آآ 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 بخار ماء على حديد مسخن للاحمرار في الحالتين دول يتكون يا اسماء اكسيد حديد مغناطيسي fe 3 او 4 خلاص يا اسماء ماشي يبقى تاني اسماء fe3o4 اكسيد الحديد المغناطيسي يتكون اما بامرار هواء ساخن على حديد مسخن للاحمرار او بخار ماء برضه على حديد ونكتب لها المعادله هنكتبلك المعادلات بس ايه السؤال التاني اللي عندك يا اسماء اتفضلي يحضر كلوريد الحديد اثنين؟ اه يحضر اه اللي هو اف اي ال 2 ها؟ من تفاعل الحديد مع؟ آه من ت... ده برضه اختياري يا اسماء؟ ايوه اختياري اذا اكيد من تفاعل الحديد مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. بس في اختيارات ثانيه لخبطتني برضه. اتفضلي قولي اللي عندك يا اسماء. غاز الكلور؟ غاز الكلور؟ او الهواء ثم حمض الهيدروكلوريك المركز؟ الهواء ثم حمض اتش سي ال المركز؟ هم. او جميع ما سبق؟ أو جميع ما سبق قولي تاني بقى السؤال كده السؤال كده ناقص استنى بس قولي إيه. تاني يحضر كلوريد الحديد اثنين من تفاعل الحديد مع ها؟ أه؟ غاز الكلور ها؟ أه؟ أو حمض الهيدروكلوريك المخفف أيوه أو الهواء ثم حمض الهيدروكلوريك المركز ما احنا جاوبناكي ماشي يا اسماء او جميع ما او جميع المعادله برضه جميل خالص يعني استاذ محمد الاول هنبدا بمعادلات تكون اكسيد الحديد المغناطيسي اللي هو امرار هواء ساخن او بخار ماء على حديد مسخن للاحمرار تسخين الحديد لدرجه الاحمرار يتكون في عده اختيارات احنا اخترنا لها اكسيد الحديد, الحديد المغناطيسي المغناطيس لكن احنا هنكمل ونقول لها لها المعادله طب نشوف مع بعض كده المعادله حديد مسخن لدرجه الاحمرار زائد اكسجين او 2 او 2 هيتكون اكسيد الحديد المغناطيسي اف اي 3 او 4 مثلث ما ننساش ان الحديد مسخن لدرجه الاحمرار ونوزن الم... المعادله وبعدين المحطة. نتعلم الوزن هنا الحديد 3 احط هنا 3 هنا الاكسجين 4 احط هنا 2 وانت استاذ خالد قال لنا معلومه ثانيه ان ممكن الحديد لو المسخن لدرجه الاحمرار لو مررناه على بخار المية H2O فيبر. عند درجة 500 درجة على الساعة هيتكون برضو أكسيد حديد مغناطيسي Fe3O4 ويتصاعد غاز الهيدروجين ونزل المعادلة برضه كيميائية نزل المعادلة هنا الحديد نحط ثلاثة وأربعة قبل H2O و4 وهنا أربعة قبل H2O أربعة عشان الo 4 وأربعة قبل H2O هو كان السؤال على المعادلة الأولانية إن الحديد مسخن لدرجة الاحمرار يتكون اكسيد حديد مغناطيسي وانا بقول لها عايزه عشان تكون الافاده كويسه افاده تامه ليها ان اكسيد الحديد المغناطيسي Fe3O4 هو عباره عن اكسيد, أكسيد مختلط. مختلط. عباره عن اكسيد الحديد 2 الاسود FeO مختلط من اكسيد الحديد 2 الاسود واكسيد الحديد 3 Fe2O3 الاحمر لو جمعناهم على بعض هيطلع اف 3 او 4 اللي هو اكسيد الحديد المغناطيسي. آه كان الاختيار الثاني يا استاذنا اللي سالت فيه اسماء آه يحضر اف 2 آه من تفاعل الحديد مع مدينا ثلاث اختيارات آه مع غاز الكلور آه مع الهواء ثم حمض اتش المركز آه ولا مع اتش المخفف ولا جميع آه ما سبق؟ آه طبعا انا كنت رديت على اسماء وقلت ان يحضر اف ال 2 من تفاعل الحديد مع اتش المخفف وسبق ان سعادتك وضحتها بالمعادله المعادله لكن عايزين نعلق يعني لما الحديد افعله مع غاز الكلور ما الذي ينتج ولو انا فعلته مع الهواء ثم اتش سي المركز ما الذي ينتج لكن احنا خلاص قلنا ان اختيارنا اللي هو اتش المخفف اتفضل سعادتك حديد اف اي زائد حمض هيدروكلوريك مخفف 2 اتش مخفف دايل على السهم حرارة هيكون كلوريد الحديد اتنين ويتصاعد غاز الهيدروجين وهنا يجي سؤال زي ما قلت لهم من قيمة شوية يا أستاذ خالد وضحنا لهم ان هنا ليه تكون كلوريد الحديد 2 ما تكونش كلوريد حديد 3 لان الهيدروجين عامل مختلف أه طب لو تفاعل الحديد مع غاز الكلور نقبل المعلومه الذي ينتج الحديد ولماذا؟ يتفاعل مع غاز الكلور اف اي يتفاعل مع غاز الكلور سي ال 2 هيكون كلوريد الحديد 3 وليس كلوريد الحديد 2 علل لماذا بس بعد وزن المعادله بعد وزن المعادله نحط هنا 2 ونحط هنا 2 لو قال لي علل ليه تكون كلوريد الحديد 3 ولم يتكون كلوريد الحديد 2 لان الكلور عامل مؤكسد قوي آه ده كده كان بالنسبه آه للسؤال اسماء من نرجع الحيرة. بقى نرجع لموضوعنا كنا التطاير احنا... والترسيخ التطاير فقلنا في يعني هنحل مساله على مسائل التطاير بعد ما احنا عرفنا ايه التطاير آه من المسائل هات مسألة عن ها كلوريد الكالسيوم آه المهمة او كلوريد البريم اللي هم موجودين في الكتاب آه مفيش مشكلة خالص آه هيقول لي في مسائل التطاير آه اذا كانت كتلة عينة من ملح قدوريد الباريوم المتهدرت ولا الكالسيوم على كيف اذا سخنت عينه كتلتها آه عذرا استاذنا معنا مكالمه محمد من هنا آه احنا قلنا ان قطاع النهارده يعني مشرفنا ومنور آه البرنامج بتاعنا برنامج مدرسه على الهواء آه محمد من هنا اهلا بيك يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام محمد انت في كليه الطب يا محمد انت كنت إن عندنا السنه الله. اللي فاتت بص صح ان شاء الله طيب انت بتسال ليه بقى يا محمد ما انت سالتنا كتير السنه اللي فاتت وكنا بنجاوبك يا محمد ازيك يا محمد الحمد لله تمام انت من اشطر تلاميذ مدرسه على الهوا وانا برحب بيك لكن لو كانت اختك اللي عايزه السؤال اللي انت تساله ما انت بتقول لي ان اختك كانت منتظره البرنامج اهلا بيك واهلا بيها واهلا بكل طلابنا في ايه اتفضل سؤال اليوم كيف تحصل على على كبريتيد الحديد الثنائي من اكسيد الحديد المغناطيسي اه تاني يعني تاني قلت كيف كده؟ تحصل على اف اي اس كبريتيد الحديد الثنائي ايوه ايوه انا فاهم يا محمد ها من من اكسيد الحديد المغناطيسي من اكسيد الحديد المغناطيسي في سؤال <applause> تاني يا محمد اه <applause> طبعا اتفضل استنى لسه لسه انا بكتب يا محمد مم. ماشي انا مع ساعتك يا استاذ ها. تحسب مولاريت محلول حامض الاسكور الاسكوروبيك اه احسب فيتامين ج. م... احسب مولاريت حمض الاسكوربيك آه، سي 6 اتش 8 او 6 استنى يا محمد انا بكتب معاك قول يا محمد تاني ها احسب مولاريت محلول حامض الاسكوربيك ايوه قول لي الرمز سي 6 استنى سي 6 اتش 8 او 6 او 6 ها سي 6 اتش 8 او 6 يا استاذنا هم. المحضر بإذابة المحضر ها بإذابة بإذابة 1.8 جرام من من ايه يا محمد كمل المحضر بإذابة 1.8 جرام هم. في كمية كافية من الماء في كمية كافية من الماء لتكوين محلول حجمه 125 ملي لتر لتكون محلول حجمه مية 125 مللتر مللتر كم يا استاذ؟ احسب مولاريه حمض الاسكوربيك سي 6 اتش 8 او 6 المحضر بذابه 1.8 جرام في كميه كافيه من الماء لتكون محلول حجمه 125 مللتر تمام كده في حاجه ثانيه يا محمد؟ اه كيف تحصل ايضا؟ امم محمد انت جبت كام في الكيمياء السنه اللي فاتت؟ كيف تحصل من كبريتيد الحديد الثنائي من, نعم. من, من أكسيد الحديد الثلاثي نعم هاي يا محمد معاك كيف تحصل من كبريتيد الحديد الثنائي من اكسيد الحديد الثلاثي؟ ما احنا قلنا قبل كده اه من اكسيد حديد الثلاثي اه دي حاجه ثانيه كان من اكسيد حديد مغنطيسي تمام كيف تحصل ايه؟ على كبريتيد حديد ثنائي من اكسيد حديد ثلاثه كيف تحصل على؟ آه كبريتيد الحديد الثنائي كبريتيد اه كبريتيد كبريتيد يا محمد ولا كبريتيت نقول ده ونقول ده اه نقول ده ونقول ده هنقول الاثنين ماشي من... ماشي ماشي من ايه ايوه ايوه يا فندم استاذ بح... استاذ محمد معايا معاك ماشي نجاوب اه اتفضل سعادتك السؤال الاولاني بيقول لي كيف تحصل على كبريتات الحديد 2 من اكسيد الحديد المغناطيسي قبل ما نجاوب عايز اقول لولادي كده ملحوظه تساعدنا على الحل اكسيد الحديد 2 FeO يتفاعل مع الاحماض المخففه وتتكون املاح الحديد 2 ومي اكسيد الحديد 3 تتفاعل مع الاحماض يتفاعل مع الاحماض المركزه ويتكون املاح الحديد 3 ومي أكسيد الحديد 2 أحماض مخففة أملاح الحديد 2 وميه أكسيد حديد 3 أحماض مركزة أملاح الحديد 3 وميه أكسيد الحديد المغناطيسي مختلط عبارة عن أكسيد حديد 2 وأكسيد حديد 3 يتفاعل مع الأحماض المركزة ويتكون أملاح الحديد 2 وأملاح الحديد 3 وميه طيب تعالوا بقى نكتب كده المعادلة بسرعة اللي تلميذنا عايزها أكسيد الحديد المغناطيسي اف 3 o 4 يتفاعل مع حمض هو عايز مع حمض كبريتيك H2SO4 مركز وهيكون ايه هيكون كبريتات حديد, اتنين. -E -4. وهت... لو حديد -E 2 FeSO4 اللي هو عايزها ويتكون كبريتات حديد 3 Fe2SO4 باي 3 زائد ميه H2O طيب ده كان سؤال طيب وعايز ايه كمان كبريتات الحديد 2 من أكسيد الحديد ثلاثة كبريتيد الحديد 2 ولا كبريتات الحديد 2 كبريتيد الحديد 2 من أكسيد الحديد المغناطيسي طيب أنا عندي أكسيد الحديد المغناطيسي هختزله بأول أكسيد الكربون أو الهيدروجين لما هختزله اعلى من 700 يتكون حديد زي ثاني اكسيد الكربون آه، معلش عذرا وقت برنامجنا انتهى ولكن احنا بنعد كل ابنائنا ان شاء الله ان احنا بنتواصل مع حضراتكم للرد على جميع الاسئله والاستفسارات في نهايه حلقتنا بنشكر الاستاذ محمد حسن زغلول خبير الكيمياء بوزاره التربيه والتعليم لك كل الشكر. شكرا لك يا استاذ خالد وشكرا لابنائي الطلب. ابنائي وبناتي وعلى وعد بلقاء متجدد من برنامجكم المتميز مدرسه على الهواء على قناه مصر التعليميه اطيب المنى وارق تحياتي كان محدثكم خالد عبد العزيز والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.